السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة مع محاضرة مفاهيم ومبادئ إدارة التغيير مع أستاذنا المهندس وليد البسيوني، وإن شاء الله حصل على البي جي إم بي والبي 3 أو والبي إم بي والآر إم بي والكي بي أي والإي بي إم جي والتي أو تي والإس إس واي بي. طبعا ما أعرفش الاختصارات دي إيه، بس هي حاجات قوية جدا في إدارة المشاريع، وهو من المؤسسين لمجلة أنا المعماري. يعني شرفت ان انا اتعاملت معاه فيها، وما شاء الله يعني لمست فكره الاداره بشكل قوي معاه. وهو دارس اداره المشاريع بالجامعه الامريكيه بالقاهره، وماجستير او ماستر اوف ساينس ان كونستراكشن بروجكت مانجمنت في جامعه الازهر، وان شاء الله محاضره موفقه يا استاذ. اتفضل يا استاذ سعيد. شكرا جزيلا مهندس عمر، انا برحب بحضراتكم جميعا، بشكر حضراتكم فرد فرد، وبشكر المهندس عمر سليم اخي وزميلي المهندس عمر سليم. طبعا احنا هنعرف بعض بقى اكتر من 10 سنين، وبشكره شكرا جزيلا على هذه المقدمه، يعني جزاك الله خيرا. وبشكر زملائنا في بي ام اريبيا وكل الزملاء المشاركين في هذا العمل. وطبعا انا كان ليا الشرف ان اكون من الناس اللي شاركت في اللبنه الاولى لبي ام اريبيا، فطبعا ده صرح كبير جدا وصرح عظيم، اتمنى لكم كل التوفيق. انا بعرفكم بنفسي سريعا، انا اخوكم المهندس وليد البسيوني. معلش انا سامحوني، انا بستخدم جهازين، جهاز للبرزنتيشن وجهاز للصوت والصوره، عشان خاطر عندي مشكله في الكاميرا. انا اخوكم المهندس وليد البسيوني، بشتغل حاليا استشاري في اداره المشاريع في ازا بي مو ستيرنج كوميتي في احدى الشركات اللي بتشتغل في مجال اداره المشاريع. وكان من ضمن مشاركاتي وأعمالي خلال الفترة اللي فاتت هو المساهمة في تنفيذ بعض مبادرات التغيير، في تنفيذ مجموعة عن طريق تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج داخل مجموعة من المؤسسات اللي بتشتغل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم في موضوع هو في غاية الأهمية، ومش عايز أقول هو حديث الساعة عشان ما بقاش ببالغ يعني، ولكن الـ Change Management أو الـ Change بشكل عام فعلاً بقى يعني من أكتر المجالات اللي بيهتم بيها معظم العاملين في مجال إدارة المشاريع بشكل خاص. وبشكل عام معظم المجالات دلوقتي بقى تتعامل مع الـ Change Management كأسلوب أساسي من أساليب إدارة المشاريع. مش عايز أقول لحضرتك إن لو حضرتك Project Manager أو بتشتغل في مجال إدارة المشاريع بشكل عام أياً كان تخصصك، يؤسفني أقول لحضرتك إن الفترة الجاية لو ما عندكش أبسط مفاهيم إدارة التغيير هيبقى في مشكلة في استمرارك في الماركت اللي حضرتك بتشتغل فيه، أو في المنافسة بشكل عام على مستوى الشغل، يعني الشغل بتاعنا بشكل عام. عاوزين النهاردة إن شاء الله نسلط الضوء في زي ما قدام حضراتكم، هنسلط الضوء بشكل عام على مفاهيم إدارة التغيير ومبادئ إدارة التغيير. خلينا نبص سريعا كده على الاجنده بتاعت محاضره النهارده. انا مش عارف بس الصوت واضح مع حضراتكم ولا لا. الصوت واضح مع حضراتكم والصوره والبرزنتيشن كله تمام؟ طيب ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز جدا. احنا النهارده في اجنده النهارده ان شاء الله زي ما عرضنا على حضراتكم في الايفنت، هنتكلم ان شاء الله في خمس محاور اساسيه. هنتكلم اول حاجه هنتعرف ايه هو التغيير، عايزين نعرف يعني ايه تشينج، ويعني ايه تشينج مانجمنت، وعايزين ناخد بعض الامثله على التغيير على مستوى الفرد، التغيير على مستوى المؤسسي، التغيير على مستوى الدول. في النقطه الثانيه ان شاء الله هناخد الموضوع بتاع التشينج على مستوى الانديفيدوال او على مستوى الافراد بشكل خاص، ونشوف ازاي الناس بتتعامل مع التشينج وطرق استجابه الاشخاص للتشينج بشكل عام. بعد كده هنتكلم على التشينج والموتيفيشن وعلاقه التحفيز بموضوع التشينج، وازاي احفز الناس للتعامل مع التشينج، وايه هي بعض التكنيكس اللي بتستخدم في موضوع تحفيز الاشخاص لتقبل التطور غير. النقطه الرابعه وقبل الاخيره هي النقطه اللي فيها كلام يعني مخضرم جدا وصراحه كلام في غايه الاهميه، هو موضوع بعض نماذج التغيير على المستوى المؤسسي، وإن شاء الله هنتناول اثنين من أهم نماذج التغيير على مستوى التغير المؤسسي، ونشوف بيتم تطبيقهم إزاي مع ضرب بعض الأمثلة. وأخيراً هنشوف إيه هي بعض الاعتبارات والمبادئ اللي المفروض أنا كراجل شخص برعى
التغيير او تشينج ايجنت زي ما بيسموه، ايه هي الاعتبارات المفروض ان انا اخدها في حسباني في التعامل مع المعنيين او الستيك هولدرز عشان خاطر اقدر اخليهم مور انجيج مع التشينج سواء على مستوى الافراد او حتى على مستوى الاورجانيزيشن. معلش بس انا جنبي نويز شديد لان انا غرفتي على الشارع الرئيسي، لكن انا بعتذر لحضراتكم يعني. طيب خلينا مباشره ندخل في اول حاجه هنشوفها النهارده هنتكلم عليها، عايزين نعرف ايه هو التغيير وماذا نعني بكلمه تشينج وايه هي التشينج مانجمنت. احنا ممكن نعتبر ان التشينج يا جماعه هو الانتقال من حاله ما الى حاله اخرى في المستقبل. ممكن اقول عايز انتقل من الاز از، من الوضع الحالي، من الكرنت سيتويشن الى التو بي اللي هو الوضع المأمول في المستقبل. انا لما انتقل من حاله ما الى حاله اخرى في مده زمنيه معينه ده بيسمى تشينج، يعني تغيير. فمثلا لو ضربنا مثال سريعا كده، لو اتكلمنا على التغيير على مستوى الفرد، لو انا مثلا بروجكت مانجر وتم اسناد بوزيشن جديد ليا، مثلا هبقى بروجرام مانجر مثلا على سبيل المثال، هبقى مدير برنامج، فانا محتاج ان انا عشان انتقل من البروجكت مانجر، البوزيشن بتاع البروجكت مانجر الى البوزيشن بتاع البروجرام مانجر، ان انا احصل على مجموعه من الدورات، مجموعه من ورش العمل، ادخل امتحان مثلا زي امتحان البي جي ام بي اللي هو متخصص في اداره البرامج، اعمل ابجريدنج لنفسي يعني. فده في حد ذاته بيبقى باسمه تشينج، يعني تغيير على مستوى الفرد. الخطوات اللي انا بمر بيها عشان خاطر انفذ هذا التارجت بتاعي او عشان خاطر انفذ التو بي اللي هو اللي انا الوضع المأمول اللي انا بأمله في المستقبل، ده بيبقى اسمه تشينج. اما لو عايز اعرف الفرق بين التشينج والترانزيشن، يعني ايه هو الفرق بين التغيير والتحول، حد من حضراتكم يقدر يقول لي الفرق بين التشينج والترانزيشن؟ حد مر عليه هذا المصطلح قبل كده؟ حد يعرف الفرق بين التشينج والترانزيشن؟ الفرق بين التشينج التغيير والتحول؟ طيب خلوني انا عشان وقت. التشينج هو التغيير من شيء لشيء تاني خالص، اما الترانزيشن هو عمليه انتقاليه، نعم. جزء يعني اجزاء او ستيبس كده، باي ستيب باي ستيب لحاجه معينه. الله ينور عليك. ما تعرفناش بحضرتك بس الاول. مع حضرتك محمود معتز يا باشمهندس. انا اهلا وسهلا 2020. اهلا وسهلا، ما شاء الله تبارك الله، 2020 ده لسه ما شاء الله فريش يعني، ما شاء الله تبارك الله. واجابه حضرتك فعلا ممتازه جدا، هو ده بالظبط الفرق بين التشينج وبين الترانزيشن. انا عليكم. عشان خاطر انتقل من الاز از للتو بي ده اسمه تشينج، لكن المراحل اللي في النص اللي هي الخطوات اللي في النص او الاجراءات اللي في النص او البروسيس اللي انا هعملها ومراحل العمل اللي انا هنفذها عشان خاطر اوصل للتو بي، الانتقال من مرحله لمرحله ما دي بتبقى اسمها ترانزيشن. هو ده الفرق بين التشينج والترانزيشن، وده فرق تقريبا معظم الناس للاسف مش عارفاه، وما شاء الله تبارك الله المهندس محمود جزاه الله خيرا فعلا من الناس اللي جاوبت اجابه صح، رغم ان هو زي ما قال 2020، لكنه ما شاء الله تبارك الله من الناس واضح ان هو من مخها حاضر وعلى اطلاع. طيب نخش في الموضوع بتاعنا تاني ونرجع لموضوعنا تاني، ايه هو التشينج مانجمنت؟ التشينج مانجمنت هي اداره كل المنظومه دي، هي اداره كل العمليات، كل البروسيسز، كل الخطوات اللي انا هستخدمها، كل التولز اند تكنيكس اللي انا هستعين بيها، كل الموديولز اللي انا هعملها، كل الخطط اللي انا هاسسها علشان خاطر انتقل من الاز از الى التو بي. دي بيسمى التشينج مانجمنت، اداره المنظومه الخاصه بالتشينج، إدارة كل ما يتعلق بالتغيير ومراحل التغيير والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، دي بتسمى الـ Change Management. إحنا كده عرفنا إيه هو التغيير. التغيير هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ما خلال مدة زمنية معينة، أو الانتقال من الـ As Is إلى الـ To Be. أما الـ Change Management هي إدارة المنظومة أو إدارة كل ما يتعلق بالتغيير. خلينا ننتقل الى جزئيه تانية، وهي جزئيه ازاي بيتعامل الافراد مع
مع للتغيير ونشوف التغيير على مستوى الفرد. من فضلكم بس يا ريت ما حدش يستخدم المايك الا الشخص اللي بيتكلم لو تكرمته بعد اذنكم، ما عم بس للشرح انا يعني. طيب خلينا كده نشوف ازاي الناس بتتعامل مع التغيير. وطبعا معظم الناس زي ما حضراتكم عارفين يعني معظمنا للاسف بيحب الكومفورت زون، ما بيحبش يتغير، ما بيحبش يتعامل مع اي شيء جديد، بيرفض اي حاجه لها علاقه بالتغيير. لكن اللي قدام حضراتكم دوت بيوضح لي ازاي الناس بتتقبل التغيير وبتتعامل ازاي مع التغيير اول ما بيتم البدء فيه. الكيرف اللي قدام حضراتكم ده اسمه التشينج كيرف، وهي اللي عمل هذا الكيرف هي باحثه وعالمه امريكيه وسويسريه تقريبا اسمها اليزابيث كوبلر. من خلال هذا الكيرف بتوصف لي المنحنى ازاي بيتعامل الناس مع التغيير بشكل عام. خلينا نبص، اول ما ببدا اعمل تشينج في الاورجنايزيشن او اول ما بحب اعمل تشينج على مستوى الافراد مثلا، على سبيل المثال لو انا عاوز اعمل تشينج لفرد ما، عاوز اخلي المدير دوت من مدير مشروع لمدير برنامج، عاوز اعمل ابجريد من جونيور انجينير الى مثلا سينيور انجينير، التشينج ده بيتم ازاي؟ التشينج ده يا جماعه اي شخص اول ما بتطلب منه ان هو يتغير، اول حاجه بتقول له عايزين نعمل تشينج في الامر الفلاني، عاوزين نطبق السيستم الجديد الفلاني، عاوزين نسيب الكاد سيستم ونشتغل في البيم سيستم، بما اننا يعني بنتكلم في بيم اريبيا والمهندس عمر استاذنا بالحاجات دي. لو انا عايز اعمل تشينج على مستوى الفرد، الغي الاوتوكاد وشغل الكاد سيستم بشكل عام وانتقل الى البيلدنج انفورميشن موديلنج او البيم سيستم. اول حاجه الشخص بيعملها ان هو بيرفض هذا الكلام وبيحصل له حاجه اسمها تشوك، يعني بيحصل له صدمه من هذا الخبر. ايه ده، معقوله هنشتغل هنسيب السيستم اللي احنا شغالين بيه بقالنا اكتر من 20 سنه ونشتغل سيستم جديد ولسه هنتعلم حاجه جديده والكلام ده كله؟ لا يا عم انا مش عايز اشتغل ولا عايز اشتغل بيم، انا عاجبني الاوتوكاد والاوتوكاد اوريدي بيوفر لي الخدمات اللي انا محتاجها والفانكشنز اللي انا محتاجها. اول خطوه بيحصل له تشوك، بيحصل له صدمه، انا مش مصدق هل فعلا هننتقل ونسيب الاوتوكاد اللي احنا بنشتغل بيه بقالنا اكتر من 10 15 20 سنه وهننتقل الى نوع تاني او سيستم تاني لسه هنتعلم فيه من اول جديد؟ دي اول مرحله. طبعا احنا هنا يا جماعه عفوا معلش، احنا هنا المنحنى ده بيبين لي العلاقه بين البرفورمانس على التايم، عشان بس نكون ايه متخيلين الوضع بالظبط بيبقى عامل ازاي. اول حاجه بيحصل لي تشوك، بيحصل لي صدمه من هذا الخبر، معاها بيرتفع، خدوا بالكم المنحنى يا جماعه في المرحله الثانيه بيرتفع البرفورمانس بتاع الشخص وبيرفض تماما التعامل مع هذا التشينج، بيقول لك لا انا مش هتغير ومش هنتقل الى السيستم الجديد، انا رافض تماما هذا الكلام. وبيحصل له حاجه اسمها دينيل، يعني بيحصل له نوع من انواع الاعتراض لهذا التشينج، وزي ما حضراتكم شايفين بيرتفع معاها البرفورمانس بتاعه عشان خاطر يثبت لك ان والله السيستم انت جايبه ده او اللي انت عاوز تعمله ده لا هيغير ولا هيزود البرفورمانس بتاعه ولا حاجه، ولا هو كويس ولا حاجه، بالعكس ده هيزود المشاكل اللي عندي، فبيرتفع معاها البرفورمانس. لما بيلاقي الاورجنايزيشن مصممه، لما بيلاقي الاورجنايزيشن مصممه على تنفيذ التشينج بيغضب الشخص دوت وبيستمر بعد كده في مواصله عمليه الرفض ومقاومته للتغيير، ومعاها بتبدا ينخفض معدل الانتاجيه بتاعته. بنلاقي هنا بنلاحظ ان هنا الكيرف بدا ينحدر الى الاسفل لان بينخفض معاها معدلات الانتاج بتاعه، لانه هو لقى ان مفيش جدوى من موضوع الرفض. وبينتقل الى المرحله الرابعه بعد كده، وهي مرحله اللي بيكون فيها الجهه الراعيه للتشينج بتحاول قدر الامكان ان هي يعني تقدم يد المساعده لهذا الشخص عشان توصل له المعلومه او توصل له ايه هي الفوائد اللي هتعود عليه من هذا التشينج. ومعاها الشخص نفسه بينخفض وبتوصل معدلات الانتاج بتاعته الى المرحله الخامسه اللي بيكون خلاص الراجل وصل الى مرحله الاحباط، ما بقاش عنده اي نوع من انواع الانتاجيه، الانتاجيه بتاعته انخفضت جدا، حصل له نوع من انواع الارتباك الشديد، بيبقى محتاج تدخل من قبل الاداره ان هي تقومه وفعلا تدي له تريننج وتعرفه ايه هي البينفيتس او المنافع اللي هتعود عليه من هذا التشينج. اللي بعدها مباشره في المرحله السادسه
لهذا الشخص بعد ما كان شخص ريزيستنت او يعني مقاوم لهذا التغيير، بيبدا معاها فعلا يحس بالمنافع اللي ممكن تعود عليه من هذا التشينج، وبعديها مباشره بيبدا يطلع للبرفورمانس بتاعه، بيبدا البرفورمانس بتاعه يزداد وبيتقدم، وبيتحول من شخص كان رافض للتغيير في بداية الأمر إلى شخص في النهاية بيحل المشاكل وبيعمل مبادرات للتغيير. وهو نفسه بعد ما كان شخص رافض لهذا التغيير ده، هو بيتولى الموضوع وبيبقى راعي لهذا التغيير، وبيبدأ يحسن منه وبيبدأ يحسن من البروسيسز، وبيبدأ يحل المشاكل اللي بيتعرض لها هو وفريق عمله. وبكده بيبقى أنا عرفت ازاي الاشخاص او الافراد بيتعاملوا مع اي تشينج. في مقوله شهيره جدا يا جماعه علماء التغيير بيقولوها، بيقولوا ان التشينج ستارت وذ ليرنينج، يعني التغيير بيبدا من التعلم. استاذ حاتم بس اللي بيكتب حاجه على الشات، يا ريت ان لو في اي سؤال او اي استفسار او اي اسئله ان شاء الله نأجلها في نهاية الكورس بإذن الله، او عفوا في نهاية المحاضرة ان شاء الله. طيب في ناس كاتبة الصوت مش شغال يا جماعة، حد عنده مشكلة في الصوت؟ مهندس عمر الصوت فيه مشكلة؟ لا صوت كويس، صوت كويس يا باشمهندس. طيب ماشي ماشي اوكي، يبقى اللي عنده مشكلة يا جماعة يبقى المشكلة من عنده هو. اوكي نرجع لموضوعنا تاني. في مقولة زي ما قلت لحضراتكم بتقول ان التشينج بيبدأ من التعلم. يعني ايه التشينج بيبدأ من التعلم؟ لك أن تتخيل لو أنا دخلت أورجانيزيشن جديدة أو شركة جديدة وعايز أعمل أي مبادرة من مبادرات التغيير، زي مثلا زي خلينا دايما نضرب المثال بتاع الكاد سيستم والبيم سيستم عشان هو الأقرب، يعني بما أننا معظمنا مهندسين وهنتفاهم هذا الموضوع. وطبعا أنا كان ليا الشرف أن أنا توليت قيادة مبادرة من مبادرات التغيير أو التحول في موضوع الانتقال من الشغل الكاد إلى شغل البيم سيستم في إحدى المؤسسات اللي أنا اشتغلت فيها. والحقيقة عشان خاطر أي حد يطبق أي مبادرة من مبادرات التغيير بشكل صحيح لازم يبدأ من عملية الليرنينج، زي ما بنقول التشينج ستارتس وذ ليرنينج، التعليم بيبدأ، عفوا التشينج بيبدأ من التعليم. يعني إيه التشينج بيبدأ من التعليم؟ يعني سي أنا عايز زي ما قلت لحضراتكم عايز أطبق نظام البيم في الشركة بتاعتي، ما ينفعش من دي ون أدخل الناس اشيل السوفت وير اللي موجود على الاجهزه بتاعتهم اللي هم كانوا شغالين عليه القديم واحط لهم السوفت وير الجديد واقول لهم خلاص اعملوا شوت داون للاوتوكاد وابداوا اشتغلوا على برنامج الريفت او على برنامج الاركاد او وات ايفر السيستم اللي هم عاوزين يطبقوا من خلاله البيم سيستم. انا كده يعني غلطان غلط شديد. لازما عشان اعمل اي تشينج في اي اورجانيزيشن لازما ابدا من عمليه الليرنينج. ابدا ازاي اعلم هؤلاء الناس يطبقوا النظام الجديد؟ لازم أنا أفهمهم إيه المنافع والبينيفيتس اللي هتعود عليهم من تطبيق واستخدام هذا النظام الجديد، أخذهم ستيب باي ستيب من الفرد ثم الفريق ثم الأورجانيزيشن. يعني أنا لو فعلاً اهتميت اهتمام شديد بتنمية مهارات الفرد وتنمية البيهيفير بتاع هذا الفرد وتنمية النوليدج والسكيلز عند هذا الشخص بشكل عام، بلا شك هذا الفرد مع فرد تاني مع فرد تالت هيكونوا فريق. فأنا كده دعمت الفرد عشان يتغير ويبدأ يشتغل السيستم الجديد، وفرد مع فرد كونوا لي فريق، فأنا كده قومت الفريق ان هو يطبق سيستم جديد او نظام جديد. وبلا شك فريق مع فريق مع فريق، يبقى أنا قدرت أعمل تشينج على مستوى الاورجانيزيشن بشكل عام. عمري ما ادخل نظام جديد او سيستم جديد على اي شركه وابدا من فوق لتحت، لازم ابدا من تحت لفوق، لازم استلم اصغر موظف موجود في الاورجانيزيشن او اصغر ستيك هولدر زي ما بيسموه، شخص مؤثر او بيتاثر بالاورجانيزيشن من تحت، وابدا اقوم هذا الشخص، ابدا اعلم هذا الشخص، ابدا اطور من مهارات هذا الشخص، اعزز من البيهيفير بتاعه من النولج بتاعه، لان الشخص هياثر في الفريق والفريق مع فريق اخر هياثر بلا شك في الاورجانيزيشن. عاوز ابص مع حضراتكم على النموذج اللي قدام حضراتكم ده، اسمه Constituent Competencies Learning Model، وده موديل شهير جدا في يعني
ازاي البني ادم بيتعلم سكيلز جديده او مهاره جديده، ازاي البني ادم بيتعامل مع المهارات الجديده اللي هو بيتعلمها. مثلا لو قلنا خدنا مثال على شخص مثلا عاوز يشتغل في البلاننج، واحد عاوز يشتغل في البلاننج، دي ناس كتير جدا بتكلمني بشكل تقريبا شبه يومي، انا عايز اعمل شيفت كارير واشتغل في مجال البلاننج. طيب باجي اسال هذا الشخص اول سؤال، حضرتك انت عاوز تشتغل في البلاننج، بتعرف تشتغل بريمافيرا؟ اول سؤال بساله، انت حضرتك بتعرف تشتغل بريمافيرا؟ يقول لي اوه ده انا بطل العالم في البريمافيرا، ده انا يعني بص ما فيش حد احسن مني في البريمافيرا. هو الشخص بيعتبر نفسه عارف، بيعتبر نفسه عارف. فدي الحاله دي بنسميها unconsequence and competences، يعني بيسموها بالعربي هو ما عندوش وعي بانه لا يعي، يعني لا يعي انه لا يعي، هو مش عارف انه مش عارف. هيقول لك طب يا عم انت عرفت منين ان انا ما بعرفش بريمافيرا؟ مش يمكن لو اشتغلت على البريمافيرا هتلاقيني بعرف؟ دي اول خطوه، الشخص لا يعي انه لا يعي، تمام كده، دي الخطوه الاولانيه. طيب اول ما بيبدا يشتغل على البريمافيرا، تعالى بقى وريني شغلك، عايز اشوف انت بتعرف ولا ما بتعرفش، هتعرف تنتج ولا ما بتعرفش تنتج. الراجل بيبدا يجرب، يبدا يشتغل على برنامج البريمافيرا وبيكتشف انه ما بيعرفش يشتغل البريمافيرا. دي المرحله رقم 2 اللي هي مرحله الكونسيكونس كومبيتنسز، يعني بيعي انه لا يعي، خلاص عرف ان انا ما بعرفش بريمافيرا، اتاكد انه ما بيعرفش بريمافيرا، وهو كده وصل للمرحله رقم 2 ان هو متاكد او انه يعي انه لا يعي او لا يعرف استخدام برنامج البريمافيرا. طيب بننتقل للمرحلة رقم 3 اللي هي المرحلة اللي بيبدأ الراجل بقى خلاص هو اتأكد وعرف وتيقن انه ما بيعرفش بريمافيرا، ولا محيص او لا مفر انه لازما يشتغل ويتدرب وياخد دورات وياخد كورسات عشان خاطر يعرف ويتأكد انه يعي. فهيبدأ ياخد دورات، ياخد كورسات، ويتعلم كورسات على الانترنت، ياخد دورات في اي مراكز تدريب، يبدأ يمارس بنفسه، فبيوصل لمرحلة بيسميها consequence competences، يعني بيعي انه يعي، خلاص وصل لمرحله ان هو متاكد بالتدريب وبالتعليم وبالممارسه انه فعلا هيبدا يشتغل، وفعلا اشتغل وجرب بايديه مره اثنين وثلاثه لحد ما وصل لمرحله الوعي انه يعي انه على علم جيد، وان هو فعلا الراجل ده متفاهم كويس جدا التول او السكيل الجديده اللي عاوز يتعلمها. لحد فهم نهاية المطاف بيوصل للمرحلة رقم 4، الراجل ده خلاص بقى ماستر، بقى راجل يعني برنس مجاله زي ما بيقولوا، بقى يعرف كل حاجة في المجال بتاعه، لحد ما بيوصل لمرحلة ان هو نفسه ما بيبقاش عنده يعني الوعي الكافي ان هو بقى راجل يعني خطير في مجاله وما عادش اي حد يضاهيه. طبعا انا بميز يعني بشبه المرحلة الرابعة دي باخونا واستاذنا الكبير المهندس عمر سليم، راجل تبارك الله عليه وصل لمرحله في التدريب وفي النوليدج وفي الاكسبيرينس ما شاء الله تبارك الله، حاجه يعني فوق الخيال فوق الوصف. انا شخصيا يعني رغم ان انا مش متخصص في مجال المهندس عمر، انا بشتغل في فيلد مختلف تماما، ولكن احنا الاثنين معماريين زي بعض، والمهندس عمر من الناس اللي انا فعلا بحترمه على المستوى الشخصي وصديق واخ عزيز، واي شخص بيحاول يدخل مجال البيلدينج انفورميشن موديلنج مباشره بقول له بدون ما تفكر ابحث عن عمر سليم، طبعا مع حفظ الالقاب، وراجل ما بيتاخرش عن حد، وراجل بيعمل حاجات في سبيل الله كتير جدا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وهو ده يعني افضل مراحل او افضل مراحل اللي بيمر بها الانسان عشان يتعلم مرحله جديده او حاجه جديده، اللي هي المرحله اللي بيبدا يوصل فيها الى مرحله الانكونسيكونس كومبتنسز، اللي هي مرحله عدم الوعي بانه فعلا بقى بيرفكت وبقى ما فيش حد زيه في الدنيا في المجال اللي هو بيتكلم فيه. انا دلوقتي لو عايز احفز الناس ان هي تبقى تعرف يعني ايه تشينج، انا عايز الناس تبدا تاخد التشينج ده على عاتقها وتبدا فعلا تتحفز لتنفيذ التشينج، ومش عاوز الموضوع يبقى يعني ملعبت بالنسبه لهم،
الحقيقه علماء التشينج يا جماعه عندهم نظرات كتيره جدا ويعني تولز كتيره جدا بتستخدم في موضوع الموتيفيشن. موضوع الموتيفيشن ده موضوع مهم جدا، انا لازم احفز فعلا الناس عشان خاطر يبداوا يتقبلوا التشينج وياخدوه بمحمل الجديه. معظم الناس يا جماعه ما بتحبش التشينج ليه؟ لان في حاجه اسمها ليرنينج انزايتي. ليرنينج انزايتي يعني القلق من التعلم. يعني ايه القلق من التعلم؟ انا قلت لحضراتكم قبل شويه ان اي تشينج ناجح في الدنيا بيبدا بمرحله التعليم. يعني انا مثلا لو عايز اطبق نظام البيلدينج انفورميشن موديلنج في الشركه بتاعتي والغي نظام الكاد ادنج ديزاين، فمحتاج ان انا اعمل تريننج، محتاج اعمل كوتشنج، محتاج اقوم الناس اللي موجودين عندي. فاجي اقول لي مثلا على سبيل المثال واحد من ضمن الناس اللي هي بتشتغل في الشركه عندي واللي المفروض هيتعامل مع السيستم الجديد، راجل مثلا مدير مشروع عنده مثلا 20 سنه 30 سنه خبره، هنقول له يا عم الحاج عايزين ندي لك دوره جديده في استخدام ريفت مثلا، او عايزين نطبق البيلدنج انفورميشن موديلنج في الشركه عندنا، او عايزين ندي لك شهاده البي ام بي، او عايزين ندي لك اي نظام تعليمي هيعمل جريدنج ابجريدنج لهذا الشخص، او نقول ايه جرو اب لهذا الشخص والانتقال من مرحله الى مرحله ما. اول حاجه يقول لك يا عم انت بتكلم واحد عنده 20 30 سنه خبره، هو بعد ما شاب ودوه الكتاب، الكلمه اللي احنا دايما عندنا في مصر بنقولها بعد ما شاب ودوه الكتاب، فده عنده حاجه اسمها ليرنينج انسايتي، يعني عنده قلق من التعليم. هو مش عاوز يتغير مش عشان هو ما بيحبش التغيير، لا بالعكس، في ناس بتحب التغيير كتير، لكن هو عنده نوع من انواع القلق من التعلم، عنده رهبه كده، معقول انا هبدا ارجع اذاكر من اول وجديد، وابدا اخش محاضرات من اول وجديد، وعايز نسهر من اول وجديد. القصه دي كلها مش كل الناس بتتقبلها. طيب انا لو عايز اكسر هذا الحاجز النفسي لهذا الشخص واخليه يتقبل التشينج وابدا اعمل له عمليه موتيفيشن او تحفيز لتقبل التشينج، رغم انها نظريه انا شخصيا كوليد يعني لا افضلها وانا ما بستخدمهاش الحقيقه، ولكن معظم الناس اللي شغالين في التشينج مانجمنت على مستوى الاورجنايزيشن للاسف الشديد بيستخدموا هذا المبدا اللي هو اسمه سيرفايفل انزايتي، يعني القلق من البقاء. القلق من البقاء هو نوع من انواع الفورسنج يا جماعه، نوع من انواع الفورسنج او نوع من انواع الضغط. الناس بتستخدم الفورسنج او الضغط على الاشخاص الغير متقبلين للتشينج داخل الاورجنايزيشن وتحسسه انه هو لن يتم الابقاء عليه داخل الاورجنايزيشن طالما لم يلتزم بالتشينج الجديد الموجود عندي. بمعنى انا عندي ستاف من الناس موجود 10 افراد مثلا، قلنا هنشتغل سيستم جديد، خمسه من هؤلاء الاشخاص تقبلوا الوضع وبداوا ياخدوا التريننج وبداوا يخشوا في الموضوع ستيب باي ستيب، وخمسه التانيين رفضوا تماما، قال لك يا عم احنا في غنى عن السيستم الجديد ده، وزي ما قلنا في المنحنى اللي احنا شرحناه قبل شويه حصل له تشوك وبدا يعمل رفض لموضوع التشينج وعدم تقبل شكلا وموضوعا لهذا التشينج. فببدا اديله شعور بعدم البقاء، سيرفايفر انسايتي، يعني قلق من البقاء. ببدا اضغط على هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص اللي هم رافضين لمبدا التعليم ان هم يبداوا ياخدوا السكيلز الجديده والتولز الجديده ويتعلموا حاجه جديده، واقول لهم للاسف انا يؤسفني اقول لحضرتك ان انا يعني هبقى خسران انا كصاحب الشركه لو ابقيت عليك جوه الشركه بتاعتي طالما انت مش عاوز تمشي مع التشينج الجديد. انا مش هقدر انتظر وانا في القرن الواحد وعشرين في سنة 2020 لسه الناس لحد النهاردة مثلا بتشتغل بالاكسل، لا انا عايز اشتغل بي ار بي سيستم متقدم شوية. مش معقول انا في سنة 2020 ولسه الناس بتشتغل كاد واكس تي اف والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. طبعا احنا عايزين ننتقل لستيب تانية، نخش بقى عالم البيم وعالم الفور دي والفايف دي والسكس دي والسيفن دي وهكذا، عايزين نتطور. فهقول له يؤسفني اقول لحضرتك ان انت لو ما التزمتش معايا جوه الاورجنايزيشن وفعلا بدات تتعلم وبدات تدخل في المود معانا وبدات تتقبل هذا التشينج اللي احنا عايزين نعمله في الاورجنايزيشن، يؤسفني اقول لك ان انت لو ما عملتش كده انا مش هبقى عليك داخل اورجنايزيشن. فانا بكسر الحاجز النفسي بتاع الليرنينج انزايتي اللي هو القلق من التعليم، بكسره بحاجه اسمها السرفايفل انزايتي، يعني القلق من البقاء. بضغط على الناس وبقول لهم لو ما التزمتش
لو ما مشيتش معايا على السكه بتاعتي، لو ما مشيتش في التشينج اللي انا بعمله داخل الاورجنايزيشن، للاسف هقول لك انت ما تلزمنيش وتفضل مع السلامه. دي احدى النظريات اللي بتستخدم او احدى الطرق اللي بتستخدم في عمليه الموتيفيشن بشكل عام داخل الاورجنايزيشن، عشان خاطر اجبر بعض الناس للالتزام واحفز بعض البعض الاخر على موضوع تقبل التشينج. طيب انا دلوقتي عايز اكلم حضراتكم على النقطه رقم 3 في السيشن بتاعنا النهارده، هو موضوع المودلز اوف اورجانيزيشن تشينج. ايه هي النماذج او نماذج التحول المؤسسي، بيسموها نماذج التحول المؤسسي، اللي هي النماذج اللي بتؤخذ على موضوع اللي بستخدمها عشان خاطر ابدا اغير في الاورجانيزيشن. كل الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه ده كان تغيير على مستوى على مستوى الفرد. انا لو عايز اغير بقى واعمل تشينج على مستوى اورجانيزيشن كبيره او على مستوى دوله مثلا، وزاره او حاجه كبيره يعني فيها ستاف كبير وعدد كبير من الناس، فهبص دلوقتي علشان خاطر ناخد قبل ما ناخد اي حاجه ليها علاقه بالتشينج على مستوى الاورجانيزيشن. لو انا من دي 1 دخلت الاورجانيزيشن وطلبوا مني ان انا امسك او اتولى مبادرة جديدة من مبادرات التغيير، أول حاجة أنت لازم حضرتك تعرفها علشان خاطر تقدر تنفذ أي نوع من أنواع التشينج داخل الأورجانيزيشن، سواء على مستوى الفرد أو حتى على مستوى أكبر من مستوى الأفراد. لازم تفهم الأورجانيزيشنال كالتشر، يعني تفهم الثقافة أو المايند سيت، طريقة تفكير الأورجانيزيشن اللي أنت بتشتغل فيها. والحقيقه الجماعه بتوع التشينج دول جماعه يعني ما شاء الله عليهم، يعني مبدعين جدا في اختيار الامثله. بيقول لك ان الاورجانيزيشنال كالتشر او ثقافه الاورجانيزيشن عامله زي الجبل الجليدي. الجبل الجليدي، الجبل الجليدي يا جماعه زي ما حضراتكم عارفين ليه ثلاث مستويات. اول مستوى هو المستوى اللي هو بيبقى ظاهر باللون الابيض قدام حضراتكم دوت بيسموه القشره او الطبقه الاولانيه او الغلاف. ده الجزء الظاهر للناس، دوت بيمثلوه او بيشبهوا الاورجنايزيشن في الحته دي بمثلا زي موضوع اليونيفورم، الاشكال والالوان اللي بيستخدمها الاورجنايزيشن، اللوجو بتاع الاورجنايزيشن، البراند بتاع الاورجنايزيشن. ده الشكل الظاهر للناس او للناس كلها. اي حد يشوف مثلا شركه اكس اول ما يشوف الالوان الفلانيه يقول لك اه ده فعلا شركه اكس، اول ما اشوف اللوجو بتاع بيم اريبيا ايوه فعلا ده اللوجو ده بتاع بيم اريبيا اللي ماسكها عمر سليم. فدي بيسموها الليفل الاولاني اللي هي الفيزيبل ارتفكتس اند برودكتس، اللي هي المظهر الخارجي للاورجانيزيشن. دي اول حاجه المفروض انت حضرتك تكون عارفها. انت حضرتك لازم تعرف ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هو المظهر الخارجي للاورجانيزيشن اللي انا قلت زي حضراتكم متمثله في شكل اللوجو بتاع الاورجانيزيشن، طبيعه اللبس او اليونيفورم اللي الناس بتلبسه وهكذا. المستوى الثاني وهم بيشبهوه بالمستوى الاعمق شويه في الجبل الجليدي، وهي بتبقى عباره عن بيسموها النورمز اند فاليوز، القيم والمبادئ والبوليسيز والبروسيجرز اللي بتتبعها الشركه والحاجات اللي الشركه نفسها بتحطها كاجراءات للسيطره على العمل وممارسه العمل داخل الاورجنايزيشن. ودي تاني حاجه انت حضرتك لازم تفهمها في الكالتشر بتاع الاورجنايزيشن عشان تبدا تعمل تشينج بشكل صحيح. اما الليفل الثالث وهو بيسموه الديبست، يعني الليفل الاعمق في الاورجنايزيشن كالتشر، اللي هو المستوى الثالث، وده بيسموها البيزك اسامبشنز، يعني الثوابت او القواعد الثابته الحاكمه عند الشركه، زي الحاجات الصح والحاجات الغلط. يعني ممنوع تشرب مثلا سجاير او تشرب دخان مثلا في مكان العمل. في حاجات كده بتبقى ثوابت ومعتقدات مثبته في الاورجنايزيشن لا يمكن تجاوزها او لا يمكن تخطيها. فانت حضرتك عشان تبدا تعمل تشينج على مستوى الاورجنايزيشن باستخدام النماذج اللي هنقولها بعد شويه، لازم قبل ما تعمل اي حاجه تفهم الثلاث حاجات دول. تفهم المظهر الخارجي او الاطار العام بتاع الاورجنايزيشن، يحبوا ايه، الوانهم ايه، طبيعه العمل بتاعتهم عامله ازاي، ايه
المستوى الثاني ان انت تعرف البوليسيز والبروسيجر بتاعتهم، الكالتشر بتاع الاورجانيزيشن في تحديد الفاليوز والقيم والبوليسيز والبروسيجرز اللي بيستخدموها والاسامبشنز او الفرضيات اللي هم فرضوها. بعد ما عرفت الثلاث مراحل دول او الثلاث مستويات من فهم الكالتشر بتاع الاورجانيزيشن، هقول لك دلوقتي اثنين من اشهر النماذج المستخدمه في اداره التغيير على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الاورجانيزيشن. لو انا عاوز اعمل تشينج على مستوى اورجانيزيشن كبيره، على مستوى وزاره، على مستوى مصلحه حكوميه، عندنا نموذجين. النموذج الاول اسمه لوين، وهو احدى علماء يعني الغربيين، وهو نموذج مكون من ثلاثه مراحل. والنموذج الثاني هو نموذج جون كوتر او دكتور جون كوتر، وهو نموذج مكون من 8 مراحل. انا هبص الاول على النموذج اللي هو نموذج لوين، اللي هو بيكون من 3 مراحل على مستوى، لو انا عايز اعمل اطبق تغيير او تشينج على المستوى المؤسسي وعاوز استخدم نموذج لوين. الاخ لوين ده بيقول لك ان التشينج يا جماعه بيمر، لو انا عايز اعمل تشينج على مستوى الاورجانيزيشن همر بثلاث مراحل رئيسيه. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الانفريز، اللي هي مرحلة كسر الجمود أو مرحلة الإزالة. لو افترضنا مثلا إن أنا عندي في الشركة عاوز أطبق مثلا نظام وليكن التوتال كواليتي مانجمنت، إدارة الجودة الشاملة أو إدارة الجودة العامة، أو عايز أقصد أحصل مثلا على الأيزو مثلا، عايز أطبق نظام الأيزو عنده في الشركة، عاوز أعمل أي نظام جديد أو أي سيستم جديد داخل الاورجانيزيشن. فنقل المرحله الاولى اللي بيستخدمها لون هي في النموذج بتاعنا، هي مرحله الانفريزنج، اللي هي مرحله كسر الجمود. ببدا اكسر الجمود باستخدام السيستم القديم وابدا احول الناس عشان يتقبلوا سيستم جديد. اول حاجه بعملها ان انا بعمل ديفايند للكرنت سيتويشن، بحدد الوضع الحالي بتاع الاورجانيزيشن بتاعي. انا عايز اعمل توتال كواليتي مانجمنت مثلا في الشركه عندي، هل الناس اللي موجوده عندي current situation الوضع الحالي فعلا الناس دي مؤهله ان هي تتحول من النظام الحالي للنظام الجديد، ان هي تطبق التوتال كواليتي مانجمنت او تطبق الايزو او تطبق اي نظام جديد انا عايز اعمله؟ دي اول خطوه. طيب بعد ما عملت ديفاين للكرنت سيتويشن ببدا احط مرحله ثانيه، وهي مرحله فرعيه من مرحله الانفريزنج بالمناسبه، عشان بس ايه نبقى مركزين، احنا مرحله الانفريزنج لسه في اول مرحله، هي مرحله كسر الجمود، ودي زي ما حضراتكم شايفين بتعتبر اطول مرحله التشينج اونر او التشينج ايجنتس او راعي التغيير بياخدها، بياخد فيها وقت يعني بياخد فيها مجهود، هي مرحله الانفريزنج. في مرحله الانفريزنج اول حاجه بعملها بحدد كرنت سيتويشن، بحدد وضع الحالي عامل ازاي. بعد كده بعد ما حددت الوضع الحالي ببدا اعمل فيجن. فيجن يعني الديزاير للاند ستيت، يعني بوصف الحاله المستقبليه اللي انا عايز اوصلها. يا جماعه الخير انا عايز اعمل نظام اسمه توتال كواليتي مانجمنت، يعني نظام الجوده الشامله. النظام ده يا جماعه هينقلنا نقله نوعيه من شغلنا على مستوى الماركت مثلا في جمهوريه مصر العربيه، ده انا هبدا اشتغل هيبقى ليا ماركت مثلا على مستوى دول الخليج، على مستوى شمال افريقيا مثلا يعني. فبحط فيجن، بحط رؤيه مستقبليه للوضع اللي انا عاوز اوصله في المستقبل عشان خاطر اطبق هذا التشينج. بعد كده بنتقل الى المرحله الفرعيه رقم 3 من مراحل الانفريزنج، واللي هي الايدنتيفاي ذا فورس ذات ويل هيلب درايف اند ريزيست تشينج. ببدا اشوف ايه هي محفزات هذا التغيير. يعني ايه بقى محفزات هذا التغيير؟ ونقطه ومن اول السطر. يعني انا اي شركه في الدنيا يا جماعه مش كل الموظفين بتوعها تشينج ريزيستنس، ومش كل العوامل اللي فيها وكل الادارات اللي فيها عندها مشاكل. اكيد عندي مقاومات، عندي حاجات كويسه في الشركه، عندي بيسموها السترينث والويكنسز، نقاط القوه ونقاط الضعف. لازم نمسك نقاط القوه بتاعه الشركه بتاعتي وابدا اشتغل عليها، لان نقاط القوه دي هي اللي هتعزز من التشينج والسموثنج بتاع التشينج او سلاسه احداث التغيير بشكل عام داخل الاورجنايزيشن. وكمان اشوف نقط الضعف، عشان انا مش معقول نقط الضعف دي اعملها، لا طبعا بشوف نقط القوه بعزز منها لانها تعزز من تغيير
بتاعي بشكل جيد وهتنقل عندي الاورجنايزيشن فعلا نقله نوعيه. والحاجه الثانيه اشوف ايه هي نقاط الضعف او الويكنسز عشان خاطر اعالج هذه النقاط، عشان خاطر النقاط دي بلا شك هتعوق من عمليه التشنج في حد ذاته. بعد ما خلصت الثلاث مراحل الفرعيه دول اللي هم المراحل الفرعيه من مرحله الانفريز، اخش في المرحله رقم 2 اللي هي مرحله التشنج نفسه. ببدا بقى انفذ التشنج، ان خلاص هيأت الناس، حددت فين نقاط القوه والضعف، حطيت فيجن للتشنج اللي هنوصل له في النهايه، وحددت الكرنت سيتويشن بتاعي، وقدرت افهم بالظبط وضع الحالي عامل ازاي، فببدا انفذ التشنج نفسه. اول ما بنفذ التشنج نفسه وبنتهي من عمليه التشنج، وتبدا تطلع عندي بوليسيز وبروسيجرز والناس تبدا تشتغل على التشنج الجديد، ببدا اعمل ريفريزنج لهذا التشنج، يعني اجمد او اعيد تجميد هذا التشنج عشان خاطر ما يتمش تغيير وتبدا الناس تستجيب لي، واعمل حاجه اسمها السستينابيلتي او الاستدامه، ببدا اخلي الناس تستديم على هذا التشنج الجديد او على هذا النظام الجديد اللي انا انشاته داخل الاورجنايزيشن. النموذج الثاني، وهو انا شخصيا يعني نموذج بحبه جدا ومن النماذج اللي انا شخصيا بشتغل بيها على المستوى الشخصي في شغلي فيما يتعلق بالتشنج مانجمنت وتطبيق وممارسه مبادرات التغيير وتنفيذ مبادرات التغيير، وهو النموذج يسمى نموذج جون كوتر او دكتور جون كوتر. هو طبعا استاذ ودكتور وباحث في مجال التشنج، وهذا النموذج بيكون من 8 مراحل او 8 خطوات، وهما 3 مراحل اساسيه، يعني هما 3 مراحل اساسيه، ستيج 1 ستيج 2 وستيج 3، وكل مرحله من هذه المراحل بتكون من مجموعه خطوات بسيطه. الحاج جون كوتر ده يا جماعه هو زي ما قلت حضراتكم عالم من علماء التشنج، بيقول لك انت عشان تعمل تغيير، عشان خاطر تحدث تغيير على المستوى المؤسسي، لازم كخطوه اولى انك تخلق نوع من انواع الارجنسي، تخلق نوع من انواع الحاجه الملحه للتغيير. يا جماعه احنا لو ما التزمناش بالسيستم الجديد ده احنا نطلع من الماركت، لو ما طبقناش نظام التوتال كواليتي مانجمنت في الاورجنايزيشن مش هناخد الايزو، لو ما اشتغلناش بالبيم وسيبنا شغل الكاد احنا مش هيبقى لينا تواجد في السوق. فانا هنا بخلق نوع من انواع الارجنسي، يعني بخلق نوع من انواع الحاجه الملحه الى احداث التغيير، ودي اول خطوه جون كوتر قالها عشان خاطر احدث تغيير على مستوى الاورجنايزيشن، ان انا اخلق نوع من انواع الحاجه الملحه لصناعه التغيير. بعد ما عمل كده ببدا بعد كده، بعد ما انشات شعور الملح باحداث التغيير، ببدا في الخطوه رقم 2 ان انا ببني الفريق بتاعي، بشوف ايه هو الفريق المعاون اللي هيشتغل معايا داخل اورجانيزيشن في هذا الموضوع، وببدا اكون الناس اللي هتشتغل معايا. طبعا هكون الناس من الناس اللي اوريدي موافقه على التشينج، يعني طبعا في البدايه كده في ناس اول ما تقول لها تشينج تقول لك ويلكم، اي لاف تشينج، اي لايك تشينج، خدني معاك. زي المهندس ايمن سيف الدين، ما اعرفش هو موجود معانا ولا لا، هو زميلي في العمل وراجل من اكتر الناس اللي بتحب تشينج على مستوى الاورجنايزيشن، طالما التشينج ده حاجات كويسه، اول ما تقول له عايزين ننتقل من حاجه لحاجه والراجل بيستشعر مباشره ان الحاجه دي حاجه كويسه، مباشره يقول لك انا معاك. فانا دايما لما باجي اعمل فريق لقياده التشينج داخل الاورجنايزيشن، اول حاجه بشوف الناس اللي هي اوريدي حابه تخش في التشينج، فاروح اجيب الناس ريزيستنس وابدا ادخلهم معايا. فدي الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 3 ببدا احط فيجن، ببدا احط رؤيه، ببدا احط استراتيجيه للعمل، ببدا احط خطه انا هشتغل ازاي. انا دلوقتي عملت خلق حاجه ملحه لاحداث تغيير، خلاص الناس بقت عندها يقين جوه الاورجنايزيشن ان احنا لو ما التزمناش بهذا التشينج هنطلع من الماركت، مش هيبقى لينا وجود في السوق. وبعد كده عملت الفريق بتاعي، الخطوه رقم 3 ان انا احط فيجن، ابدا احط رؤيه، ابدا احط خطه، انا همشي ازاي، هشتغل ازاي، هتعامل مع الناس ازاي، هبدا اتعامل مع التشنج ريزيستنت ازاي، كل الحاجات دي بتبقى في المرحله رقم 3 او الخطوه رقم 3. بعد كده بخش في المرحله رقم 4 وهي بدايه الستيج رقم 2 اللي هي مرحله الانجيجمنت، مرحله اشراك الناس، دخول الناس معايا جوه التشنج. ببدا فيها بنقل
الفيجن، ببدا بعمل كوميونيكيشن مع هؤلاء الناس، ببدا انقل لهم رؤيتي في التعامل مع هذا التشينج، ايه الفوائد اللي تعود عليهم من هذا التشينج، ايه الامباكت على الاورجانيزيشن ككل من هذا التشينج. فانا بعمل عمليه كوميونيكيشن وببدا اعمل انجيج لهؤلاء الناس داخل هذا النظام الجديد. المرحلة رقم 5 هي مرحلة البدء الفعلي في موضوع التشينج، ببدأ أنفذ بقى ما تم الاتفاق عليه، ببدأ أطلع الخطة بتاعتي اللي أنا رسمتها في المرحلة رقم 3 تحديدا، ببدأ أنفذ هذا الكلام، بوزع المهام على الفريق اللي موجود معايا، كل واحد بيتولى مسؤولية معينة ويبدأ ينفذ عملية التشينج. المرحلة رقم 6 ببدأ أطلع حاجة اسمها الكويك وينز. الكويك وينز ده يا جماعة حاجة في غاية الأهمية. لو انا عايز اعمل تشينج يا جماعه، مش عاوز يكون والتشينج ده مثلا مدته سنه، لو هنفرض ان انا عايز اعمل سيستم جديد والسيستم ده عشان يتطبق محتاج له سنه عشان يخلص 100%، انا مش عاوز افضل مستني سنه كامله لحد ما اطلع او ابدا اشوف النتائج بتاعه هذا السيستم. ناس نفسها هتمل، وبما ان عندي جوه الاورجانيزيشن ناس معايا ناس ضدي، وانا اقصد هنا بالسيستم في ناس هتبقى مع السيستم الجديد وفي ناس ضد السيستم الجديد، فانا عايز خلال مرحله السنه دي ابدا اطلع حاجه عندي اسمها كويك وينز، يعني بشاير خير كده، قطرات من قطره من قطرات المطر، تمام كده، ببدا اطلع شويه بيفيتس حتى لو بسيطه خلال مده قليله وانا شغال في الاورجانيزيشن بتاعتي او انا شغال في البروجكت بتاعي، عشان خاطر الناس اللي هي تشينج ريزيستنت تبدا تحس. صدق والله ده النظام الجديد اللي بيتكلموا عليه ده فعلا بدا يطلع قماش والدنيا بدات تمشي وفعلا في بنفيت بتطلع، والناس فعلا اللي بتشغله بالسيستم الجديد ده فعلا بتتحسن، والستيب ان بتاعها بيتحسن والباي ان بتاعها بيتحسن. فانا ببدا اعمل حاجه اسمها باي ان، يعني نسب نجاح كده بسيطه كل فتره، مش لازم ننتظر لحد ما اكمل البيريود او المده الزمنيه المحدده لتنفيذ هذا التشينج على مستوى كامل وعشان ابدا اطلع نجاحات، لا انا احاول قدر المستطاع ان انا اطلع كويك وينز. وبالمناسبه يا جماعه المرحله الحته بتاعت الكويك وينز دي فعلا بتدخل معايا ناس يعني بشكل مبالغ فيه. اكتر من 60 الى 70% من الناس اللي كانت تشينج ريزيستنت في بدايه السيستم لما بتبدا تشوف الكويك وينز دي بدات تطلع معايا بعد شهر بعد شهرين بعد 3 شهور من انطلاق السيستم الجديد، عارف يعني ممكن نقول بالبلدي كده بيخزلوا على نفسهم، يعني بيكسفوا، بيقول لك يا ريتنا كنا دخلنا معاهم الاول، وبيبداوا فعلا يشاركوا معايا داخل التشينج. الخطوه 7 والخطوه 8 واللي بيعتبرهم الدكتور جون كوتر بيعتبرهم هي مرحله الاستدامه او السستينابيلتي، مرحله استدامه التشينج، بيبدا فيها بقى بعد ما طلع معايا الكويك وينز والناس بدات فعلا تتقبل موضوع التشينج وبتتعامل مع الموضوع باريحيه، وبدات استقطب اكبر قدر ممكن من الناس معايا داخل هذا التشينج وهذا السيستم الجديد، فعلا بدات بقى انفذ التشينج بتاعي وبدات يطلع عندي المخرجات النهائيه بتاعه التشينج، وببدا في مرحله ترسيخ هذا النيو تشينج او نيو سيستم جوه الكالتشر بتاع الاورجانيزيشن. عشان كده انا قلت لحضرتك في بدايه هذه الجزئيه قبل ما اعمل تشينج على مستوى الاورجانيزيشن لازم اكون متفاهم بشكل كويس جدا ايه هي طبيعه الكالتشر او الثقافه العامه بتاعه الاورجانيزيشن اللي انا هتعامل معاها. فببدا في المرحله رقم 8 تحديدا ان انا ادخل هذا التشينج او ارسخ هذا التشينج او ارسخ هذا النيو سيستم جوه الكالتشر وجوه طبيعه وثقافه الاورجانيزيشن، عشان خاطر يبقى هو والاورجانيزيشن حاجه واحده، خلاص الناس كلها بقى السيستم ده عندها حاجه واحده. انا شخصيا يا جماعه افضل نموذج جون كوتر اللي هو النموذج اللي هو ده محكم دوت في التغير على المستوى المؤسسي اكتر من النموذج بتاع لوين اللي هو النموذج الاولاني اللي احنا شرحناه. انا شايف بصراحه من وجهه نظري طبعا مش بحكر على حد، ان لوين اللي هو النموذج الاولاني انا بعتبره اولد فاشن، يعني نظام قديم شويه، لكن نظام جون كوتر الصراحه مور بروفيشنال، وشايفه بيركز بشكل كبير جدا على الستيك هولدر ومشاركه الستيك هولدر وتكوين الفريق
ووضع حاجه ملحه لتحقيق التشينج. موضوع الكويك وينز ده مهم جدا 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 لون ما اشارش اليه الحقيقه. فانا بعتبر ان هذا النموذج اللي هو نموذج جون كوتر ذو الثمانيه مراحل من افضل النماذج المستخدمه في انشاء او تنفيذ مبادرات التغيير على المستوى المؤسسي. خليني دلوقتي بقى اكلم حضرتك في اخر جزئيه في كلامنا النهارده، وهي بعض الكونسيدريشن وبعض الاعتبارات اللي حضرتك بتحطها في اعتبارك عشان تعمل مور انجيج، يعني مور مشاركه اكتر للستيك هولدر. كلمه ستيك هولدر اللي حضراتكم ما يعرفش يعني ايه كلمه ستيك هولدر، ستيك هولدر يا جماعه هو اي شخص بيتاثر او بيتاثر باي حاجه انت بتعملها. لو انت بتعمل تشينج معين داخل اورجانيزيشن، فأي شخص هيتأثر بهذا التشينج بيبقى اسمه ستيك هولدر، وأي شخص ممكن يتأثر بهذا التشينج أو يؤثر في هذا التشينج بيطلق عليه كلمة ستيك هولدر. بما إننا بنعمل تشينج داخل أورجانيزيشن أو داخل مؤسسة أو داخل مكتب أو داخل مصلحة حكومية أو داخل وزارة أو داخل حتى دولة، وعايز أعمل تشينج على مستوى أعلى مستوى، انا بتعامل في الاول وفي الاخر مع شويه ستيك هولدر. فبيهمني ان انا اشوف بعض الحاجات، بعض الكونسيدريشن وبعض الاعتبارات او بعض البرنسبلز زي ما بيسموها. وانا عندي الحقيقه سبعه برنسبلز او سبعه مبادئ رئيسيه المفروض احطهم معايا في الحسبان وانا بتعامل مع الستيك هولدر لو انا عاوز اخد كويك وينز مع الستيك هولدر في التعامل مع هذا التشينج. اول برينسيبل معانا وهو ان انت ما يعني ما ينفعش تتجاهل كل المعنيين اللي موجودين معاك داخل الاورجانيزيشن، خصوصا المعنيين اللي هم رافضين التشينج. انت طبعا قلنا لك ان انت لما تدخل تعمل اي تشينج في اي اورجانيزيشن، اي شركه، اي مكتب، او اي مكان، هتلاقي ناس موجودين معاك حابين ان هم يتقبلوا هذا التشينج، وفي ناس ثانيه لا تتقبل هذا التشينج. فبلاش تتجاهل الناس اللي هي ما بتتقبلش التشينج، لان طبعا صوابك مش زي بعضها، كل الناس فيها الكويس فيها الوحش. لازم تتقبل الناس اللي معاك اللي هتمشي معاك على السيستم، والناس اللي هي رافضه للتشينج دي، وتبدا تدعم هؤلاء الناس وما تنساهمش، ولازم تاخدهم معاك في الحسبان. البرنسبل الثاني، المبدا الثاني، هو ان المعنيين وتعريفهم وتحليلهم بشكل عام بتعتبر عمليه كونتينوسلي، عمليه استمراريه. طول ما انت شغال في البروجكت بتاعك او في المبادره بتاعتك بتاعه التغيير، طول ما انت بتعمل ايدنتيفيكيشن للستيك هولدر اللي ممكن يكونوا معاك، بتعمل لهم تحليل بشكل مستمر، لان ممكن في وقت من الاوقات ناس من اللي هي كانت معاك جوه الموضوع وفعلا ماشيه معاك في موضوع التشينج زي الفل، تبقى ريزيستنت وترفض هذا التغيير وتخرج من التراك. وفي ناس اللي كانوا تشينج ريزيستنت في الاول يتحولوا ويبقوا معاك وفي صفك. وبالتالي طول ما انت شغال بتعمل اناليسز للستيك هولدر اللي موجودين معاك، وتشوف توجهات الناس بشكل مستمر، هل فعلا ما زالت الناس رافضه، ولا في ناس هتبدا تخش معاك في السيستم الجديد، ولا في ناس من اللي كانوا موجودين معاك بداوا يرفضوا الموضوع من الاساس ويخرجوا بره التراك اللي انت شغال عليه. طيب المبدا الثالث هو مبدا بيتعلق بوضع الاولويه. يعني ايه بوضع الاولويه؟ كل الناس في الاورجانيزيشن عندي او في اي مكان انا بشتغل فيه، مش ممكن تكون كل الناس سواسيه. بمعنى ان في واحد سي او، في واحد سينيور، في واحد جونيور، في واحد اكزيكتيف دايركتور، في مختلف التخصصات ومختلف الليفلز ومختلف يعني المستويات داخل الاورجانيزيشن. بلا شك عمر ما السي اي او او الرئيس التنفيذي للشركه هيتعامل معايا او انا هتعامل معاه بنفس الصيغه وبنفس الطريقه، وبان انا هتعامل مع سينيور انجينير مثلا او جونيور او شخص. ثواني بس، عفوا انا احط الشاحن بتاع اللابتوب. مش هتعامل مع كل الناس سواسيه، اكيد في فروقات في التعامل مع الناس، وبالتالي لابد ان نعمل عمليه بايورتيزيشن، يعني وضع اولويات للتعامل مع الستيك هولدرز الموجودين عندي، كلنا على حسب اتجاهه، كلنا على حسب اهتمامه، كلنا على حسب سلوكياته، كلنا على حسب توجهاته وهكذا. طيب
البرنسبل رقم اربعه، وانا شايفه برضه من المعايير او المبادئ المهمه جدا، اللي هو ان انت ما تتوقعش ان كل الناس الستيك هولدرز اللي موجودين معاك هيشاركوا بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه. في ناس هتشارك معاك بنسبه 50%، في ناس هتشارك معاك بنسبه 40، في ناس هتشارك معاك بنسبه 90، في ناس زي المهندس ايمن سيف الدين هيشاركوا معاك بنسبه 99.9، في ناس ثانيه بدون اسمائها هتشارك بنسبه 5% او 1% او 2%. وبالتالي يا جماعه ما تتوقعش ان كل الناس سواسيه في التعامل وفي المشاركه او في عمليه الانجيجمنت داخل التشينج، لا ده انت هتلاقي نسب متفاوته بين الناس وبعضها. المبدا رقم 5، لازم تفهم متطلبات الناس. ما انت ممكن التشنج اللي انت عامله ده اصلا عكس تماما متطلبات الناس والنيد بتاعت الناس اللي هتشتغل. يعني ما اجيش اعمل سيستم جديد عشان خاطر انا في وجهه نظري ان هو هيحسن العمل داخل الشركه او هيحسن اجراءات العمل داخل البرزنتيشن بتاعتي، وما سالتش الستيك هولدر اللي هم الكاستمرز او الاند يوزرز الناس اللي هتستخدم هذا السيستم، فعلا السيستم ده ادد فاليو ليهم ولا لا، فعلا هيحقق متطلباتهم ولا لا، فعلا هيرفلكت البيزنس بتاعي ولا لا، فعلا ادد فاليو للبيزنس بتاعي ولا لا. وبالتالي مهم جدا في الحاجه رقم 5 ان تعرف ايه هي متطلعات ومتطلبات الستيك هولدرز اللي هم اللي انت هتشاركهم ولا هتتعامل معاهم، وتفهم وتبقى اندرستاند فيري ويل للاورجنايزيشن والستيك هولدر نيدز داخل الاورجنايزيشن عشان خاطر فعلا تحقق التشنج بتاعك وتطبق التشنج بتاعك بشكل سليم وشكل صحيح. النقطه رقم 6 هو موضوع الايموشنال انتليجنت او الذكاء، بيسموها الذكاء العاطفي. والحقيقه موضوع الايموشنال انتليجنت ده يا جماعه بيستخدم كثير جدا، وبدا يتم استخدامه حتى في موضوع البروجكت مانجمنت مؤخرا، موضوع ان انت تلعب على الجانب العاطفي مع الناس، الستيك هولدر اللي هم هيشتغلوا معاك دول او اللي انت هتحتك بيهم او اللي تشينج معمول في الاورجنايزيشن عشان خاطرهم. لو انت لعبت على الجانب العاطفي بتاعهم، يعني بدات تكسب الناس دي في صفك، تحاول تجيبهم في صفك قدر الامكان وتكسب حبهم، حته تكسب حبهم دي حط تحت منها 10,000 خط. انا لو تيم ليدر مسؤول عن فريق عمل في ناس شغاله معايا، بلا شك بلا شك لو كسبت الناس دي في صفي من البدايه مش يخافوا مني. خد بالك في فرق بين بيحبوا الشخص وفي فرق بين ان هم بيخافوا من هذا الشخص. انا لو الفريق بتاعي حبني وقدرت اكسب الناس دي في صفي وخليتهم معايا بقوا موجودين معايا، بلا شك اي حاجه اقولها لهم اقول لهم احنا معاك يا ريس. لو قلت لهم تعالى ننزل البحر في شهر يناير احنا معاك يا ريس، تعالى نرمي نفسنا من عارف مش عارف من فين احنا معاك يا ريس، تعالى ناخد المناقصه الفلانيه او المشروع الفلاني او البرنامج الفلاني او السيستم الفلاني احنا معاك يا ريس. ليه انا عملت كده؟ ليه هم جم معايا بكل سهوله؟ لان انا لعبت على الجانب العاطفي بتاع الستيك هولدر بتوعي، قدرت اكسبهم في صفي، قدرت اخدهم ناحيتي، قدرت ابين لهم ان انا فعلا شخص محبوب ومصدر ثقه بالنسبه لهم، وبالتالي اي نوع من انواع التشينج هاجي اقول لهم عليه مباشره هيتقبلوه. اخر برنسبل معانا وهو موضوع ان انت تظهر النتائج بشكل متسارع، اللي هو حته الكويك وينز اللي انا ذكرتها لحضرتكم من شويه. باستمرار حاول قدر الامكان ان انت تظهر النتائج بشكل مستمر، ما تستناش لحد ما السيستم يخلص او البروجكت بتاعك ينتهي لحد النهايه عشان تبدا تطلع النجاح بتاعك او تبدا تظهر النجاح بتاعك. لا، حاول قدر الامكان تعمل كويك وينز بشكل مستمر، لان باكد تاني على حضرتك موضوع الكويك وينز ده بيجيب الناس كتير جدا كانوا تشينج ريزيستنت من اول، بيجيبهم في صفك وبيخليهم يجوا معاك لانهم اوريدي بداوا يلمسوا المنافع والبنفيتس اللي هتعود عليهم وهتعود عليهم كاشخاص اولا ثم على الاورجنايزيشن وعلى البيزنس بتاعهم داخل الاورجنايزيشن بشكل عام. دول كانوا 7 مبادئ اساسيه انت المفروض حضرتك تكون حاططهم في حسبانك وانت بتتعامل مع الاشخاص اللي هتحتك بيهم في موضوع التشينج. اول حاجه زي ما قلنا ان انت تحس بيه، يعني تحس بيه عدم تجاهل او ما تتجاهلش كل المعنيين اللي هم تشينج ريزيستنت بالنسبه لك. والحاجه الثانيه ان انت تحلل بشكل مستمر توقعات وتطلعات وتنبؤات اصحاب المصلحه او الستيك هولدر داخل التشينج بتاعك بشكل مستمر. والحاجه الثالثه ان انت تحلل باستمرار التوجهات والتطلعات والتوقعات للستيك هولدر بتوعك
كمان تحط اولويات لهؤلاء الستيك هولدر، و يعني ما تتوقعش رقم 4 قدامك، ما تتوقعش زي ما قلنا ان كل الستيك هولدر عندك سواسية حسب الوضع بتاعه، بطل عاطل المعنيين. ورقم 6 تلعب على الجانب العاطفي بتاع الستيك هولدر. ورقم 7 زي ما قلنا ان انت تطلع كويك وينز او تطلع نجاحات بشكل متسارع امام الستيك هولدر عشان خاطر تبدا تجذب الناس اللي هي كانت تشينج ريزيستنس بالنسبه لك. انا هختتم كلامي بثلاث حاجات مهمين جدا 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 انا بعتبرهم الكريتيكال سكسس فاكتور او عوامل النجاح الرئيسيه للتعامل مع التشينج. اول حاجه يا جماعه يعني عايز اقولها كده من الاخير، يعني زي ما بيقولوا نو سبونسر نو تشينج. يعني ايه نو سبونسر نو تشينج؟ يعني لو ما فيش راعي لهذا التشينج اللي انت عايز تعمله جوه الاورجانيزيشن عمر ما التشينج بتاعك هينجح. يعني ايه راعي؟ يعني انا مثلا كوليد لو بكره الصبح تم اسناد تنفيذ مبادره تغير معينه داخل الاورجانيزيشن اللي انا بشتغل فيها، لو ما عنديش رعايه كامله من الاداره بتاعتي ومن التوب مانجمنت او الاداره العليا للاورجانيزيشن بتاعتي ورعايه كامله لهذا التشينج اللي هيحصل داخل الاورجانيزيشن، عمر ما التشينج بتاعي ده هينجح حتى لو كانوا جايبين سوبر مان. يبقى نو سبونسر نو تشينج، بدون راعي لهذا التشينج او لاي تشينج في الدنيا عمر ما يحصل عندك تشينج داخل الاورجانيزيشن. عامل تاني من العوامل اللي انا بعتبرها برضو من الكريتيكال سكسس فاكتورز اللي بتاثر في نجاح اي تشينج داخل اي اورجانيزيشن، هو ان انت تراعي الطبيعه البشريه، تراعي ان معظم الناس او معظمنا الا من رحم ربي ما بيحبش التشينج، هو عايش في الكومفورت زون حاطط نفسه جواه وعاجبه وضعه ما بيحبش يغير. يقول لك انا اتغير ليه؟ انا ايه اللي خليني اغير من الكاد للبيم؟ انا ايه اللي خليني اشتغل بالتوتال كواليتي مانجمنت سيستم؟ انا ايه اللي خليني اخد ايزو؟ انا ايه اللي خليني اخد بي ام بي؟ انا ايه اللي خليني اسيب الرياض واروح جده؟ او ايه اللي خليني اسيب مصر واروح مش عارف السعوديه؟ معظم الناس عاجبها وضعها وعاجبها حالها، والطبيعه البشريه نفس اماره بالسوء. وبالتالي لازما وانا بعمل تشينج داخل اورجانيزيشن او حتى لو بعمل تشينج على مستوى الفرد على مستوى الافراد، يعني اراعي الطبيعه البشريه عشان اقدر انجح في تحقيق التشنج بتاعي. رقم 3 وهي اخر حاجه معانا النهارده الحقيقه، هو موضوع ان انا احصل على الفيدباك من كل الناس. لما بعمل التشنج يا جماعه لازم اخد اراء الناس في هذا التشنج. ما ممكن اكون انا كنت فاهم غلط، اصل انا برضو مش نبي ولا رسول ولا اللي انا بعمله ده قران انزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا طبعا لازم انا اخد الفيدباك بشكل مستمر، اعمل كونتينوس امبروفمنت او تحسين مستمر للبلان بتاعتي مبنيه على الفيدباك اللي انا حصلت عليها من الستيك هولدرز المحيطين بيا. لازم السيستم اللي انا بطبقه جوه الاورجنايزيشن ده كل فتره والتانيه اخد الفيدباك واشوف وجهه نظر الناس ايه في التشنج اللي انا عملته او في السيستم اللي انا بنفذه بشكل مستمر، واخد هذا الفيدباك في الحسبان واطبقه. ولو حتى الخطه بتاعتي كلها او البلان بتاعتي كلها هتتغير مفيش مشكله، انا في الاول في الاخر بسعى الى تطبيق تشنج لتحسين جوده العمل، لتحسين اجراء معين، لتطبيق سيستم جديد يحسن من الجروث بتاعي او الانفستمنت بتاعي داخل الاورجنايزيشن. وبالتالي بدون ستيك هولدر وبدون يعني ستيك هولدر ريكوايرمنت وبدون ستيك هولدر نيدز مش هقدر احقق التشنج دوت بشكل ناجح، ومش هقدر اطلع بالصوره الكافيه او الصوره السليمه اللي انا بطمح اليها. انا الحقيقه يعني لحد هنا اكون انتهيت من كلام النهارده، واتمنى ما اكونش اثقلت على حضراتكم. وفي نهايه الجزء اللي انا اتكلمت فيه دوت انا هفتح معاكم باب المناقشه، لو اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه اللي انا اتكلمت فيها النهارده او في اي حاجه تانية، يعني مش شرط، يعني انا الحمد لله يعني اللهم لك الحمد عندي اكسبيرينس كويسه في مجال اداره المشاريع، فلو اي حد عنده سؤال يخص الكلام اللي احنا اتكلمناه النهارده بشكل خاص او في البروجكت مانجمنت بشكل عام انا تحت امر حضراتكم. اتفضلوا. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل، الله يكرمك استاذنا.
انا فتحت الله المايك يبارك فيك يا لحد عايز منصور، يتكلم. الله يكرم استاذنا، الف شكر لحضرتك. الله يبارك فيك يا منصور. الله ينور مهندس فريد، بصراحة محاضرة رائعة وأداء أكثر من رائع، ربنا يفتح عليك. الله يرضى عليك، يقرع عليك الله يرضى عليك. أتعرف بحضرتك بس الأول. مهندس حمدي هارون. أهلا وسهلا مهندس حمدي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل حضرتك. كان عندي اقتراح وليد لمحاضرة أخرى لو وقتك يسمح، مقارنة بين الأجايل والووتر فلو في البروجكت مانجمنت. أنا شايف الموضوع هيبقى فيري انترستد. وأنا الأجايل والووتر فول، فلو في امكانيه اوكي ما فيش مشكله، ما فيش بلاند انسم يعني في وقت في المستقبل اتوقع هتكون مفيده للجميع يعني. اشكرك. طيب انا 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 هقول لحضرتك سريعا سريعا الفرق بين الاجايل والووتر فول بشكل سريع، مش هخش ان ديب يعني لان وقت المحاضره مش هيسمح معانا، لكن بشكل سريع ومختصر الووتر فول او الطريقه التتابعيه لنظام العمل هي مسماها ووتر فول، يعني والطريقه التدفقيه أو الطريقة التتابعية. لو أنا مثلا بنفذ عمل معين، ونضرب مثال لو أنا بنفذ مشروع كونستراكشن مثلا، مشروع إنشاءات، أنا ببدأ أنفذ القواعد بتاعة المشروع بتاعي، ثم بعد كده بنفذ العمدان، ثم السقف، ثم 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 ثم. فالطريقة دي اسمها الطريقة التتابعية، ما أقدرش أنفذ مرحلة إلا لما أكون المرحلة اللي قبلها انتهت، تمام كده؟ طيب عكسها تماما الطريقة الأجايل أو الطريقة اللينة، إن أنا يكون عندي أجايلتي أو ليونة في التعامل. لو ضربنا مثال مثلا لو أنا بعمل موقع على الإنترنت، لو بصمم موقع على الإنترنت، أنا مش لازم أشتغل بطريقة تتابعية. أنا ممكن ناس تشتغل في الريكويرمنت بتاعت الكلاينت بتاعي، ممكن ناس تانية تشتغل في موضوع تصميم الموقع، في ناس تانية تعمل الداتا بيز، في ناس ثالثه تعمل مثلا الديزاين بتاع الصفحات بتاعت موقع الانترنت، وابدا اسلم الكلاينت بتاعي بطريقه انكريمنتال او بطريقه تصاعديه حته حته من الموقع بتاعي. مثلا صممت الواجهه الرئيسيه للموقع، ابدا سلمت الالوان عملت الالوان بتاعه الموقع، ابعت الموقع، ابدا اسلمها. انا ببدا اسلم الشغل بتاعي حته حته، ما بنتظرش لحد ما اسلم المشروع بتاعي بشكل كامل، تمام كده؟ فانا كده بشتغل بنوع من انواع الاجايل او موضوع الليونه في التعامل، بعكس تمام الووتر فول. انا مش هقدر اسلم الفيلا بتاعتي او العماره بتاعتي او المشروع الانشاء بتاعي حته حته، مش هقدر اسلم النهارده للمالك بتاعي العمدان شويه وبعدين اسلم لهم حته من السقف وبعدين اسلم لهم حته مش عارف من فين. ده الفرق بشكل سريع يعني بين الووتر فول والاجايل. وطبعا لو ان شاء الله حاول قدر الامكان ان انا يعني اخصص لها محاضره لو الوقت يسمح باذن الله يعني. اتمنى اكون قدرت افيد حضرتك. شكرا يا مهندس، ايديك الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخ وليد بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك واياك. ربي يحفظك مصطفى، مهندس مصطفى بالخير من الجزائر. والنعم، اهلا وسهلا مهندس مصطفى، اهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يسلمك. اخ وليد بارك الله فيك على هذه المحاضره. انا الحمد لله انا بصدد يعني باش ان شاء الله نقوم بالامتحان ان شاء الله. ان شاء الله امتحان ايه معلش؟ امتحان بي ام بي. بي ام بي بي ام بي تمام. يعني احنا في اسمها في التحضيرات، يعني انا لاحظك دائما اخ وليد انك تهتم اكثر بالماده العلميه يعني، وبارك الله فيك على الجانب هذا، وهذا هو يعني. ولكن جانب الاسئله في مثال طريقه الاجابه، يعني التعامل مع الاسئله، كيف يعني الانسان يتعامل مع الاسئله، يكون عنده في مثال سرعه هكذا في الفهم، يعني هذا الجانب هذا اللي كان تفيدنا فيه الاخ وليد بارك الله فيك. انا يعني انت حضرتك بتتكلم عليا انا؟ انت كنت تفيدنا في الجانب تاع الاسئله، يعني كي طريقه حل الاسئله، طريقه التعامل مع الاسئله، كيفاش تفهم والله سريع والله للسؤال. شوف انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اقول لحضرتك هقول لحضرتك على حاجه. انا الصراحه يعني موضوع الاسئله والتدريب على الاسئله يعني في زملاء كتير جدا من زملائنا المحاضرين يعني عندهم باع كبير في موضوع الاسئله ده، يعني انا اقل من اننا يعني اتكلم في حاجه زي كده، لكن حضرتك ممكن تتواصل معايا بعد المحاضره ان شاء الله، وانا هدي حاجة بعض المصادر اللي انا شايفها من وجهه نظري مصادر مفيده للموضوع للتعامل مع الاسئله. السلام عليكم. بارك الله فيك.
عليكم السلام. المهندس إبراهيم فضل. الطيار من العراق. كيف حالك أستاذ فضل. أستاذ وليد، شكرا جزيلا على المحاضرة الجيدة. في بحر من النعم والله، اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك. شكرا فضل. شكرا يا رب، إن شاء الله دائما بهذه النعمة. شكرا على المحاضرة، وأنا عندي تنويه واحد، أنه إدارة التغيير هي ما تتعامل إلا مع إدارة المبادرات والمشاريع والبرامج، لأن أنا ما أقدر أترجمها إلا إذا كان عندي برامج ومشاريع، صحيح؟ يعني ما أقدر أحدث تغيير. أنا عشان أعمل تغيير أو أعمل تشينج في أي أورجانيزيشن، بنفذ التشينج دوت من خلال مجموعة من المشاريع ومجموعة من البرامج. أنا مثلا على سبيل المثال هضرب عليك أمثلة كده سريعة. لو أنا شخص أو أنا أورجانيزيشن عايز، زي المملكة العربية السعودية أو دولة زي مصر عندها رؤية اسمها رؤية 2030. رؤية 2030 ديت رؤية، أنا عاوز مثلا أكون واحد من أعظم دول العالم في الاقتصاد مثلا على سبيل المثال يعني. أنا عشان خاطر أعمل هذا الموضوع محتاج إن أنا أعمل مجموعة من البرامج ومجموعة من المشاريع، تمام كده؟ عشان خاطر أنا مش هبقى في يوم وليلة الاقتصاد رقم واحد في العالم إلا لما أنا أعمل مجموعة برامج، أطور من نفسي، أعمل مشاريع جديدة، أطلع الناس بعثات، أدي الناس دورات، أعمل مشاريع تنموية، أعمل مشاريع اقتصادية، كل دوت بتندرج تحت بين قوسين إيه؟ مشاريع وبرامج، تمام كده؟ تمام. أنا عشان خاطر أنقل الأورجانيزيشن، عفوا، أنقل الوزارة بتاعتي أو أنقل الدولة بتاعتي من ان انا دوله من الدول العالم النامي او العالم الثالث زي ما بيسموه الى دوله متقدمه اقتصاديا، فانا هعمل تشينج، هعمل الاز از بتاعي ايه هو؟ ان انا دوله من دول العالم الثالث، تمام؟ التو بي ان انا اكون دوله متقدمه اقتصاديا وتنمويا، فمحتاج ان انا اعمل تشينج. التشينج ده اعمله ازاي؟ اعمله من خلال تنفيذ مجموعه من المبادرات ومجموعه من المشاريع ومجموعه من البرامج، تمام كده؟ نعم. سؤالي هنا انا بطلط، هو انا دوصل هاي الجزئيه، شكرا جزيلا على الاجابه الوافيه. ليش ما البي ام اي او اي اورجنايزيشن اخرى قدرت تخلي تشينج مانجمنت مثل هذه اللي تفضلت بها واللي احنا ندري بها، انا اس بي ام بي سيرتيفايد وار ام بي سيرتيفايد، ليش ما كملوا وضعوا انه تشينج مانجمنت ضمن دراسه البي ام بي، يعني باعتبارها انه هي مكمل لها، هي التراك، هي الترانزيشن اريا. انا عايز اقول لحضرتك ان التشينج نفسها لها شهادات كتير. انا الحمد لله يعني اكتوبر الماضي السنه وانا هسه ناوي اخذ التشينج وناخذ البي 3 او، فهسا انا حاير بين البي ام او اللي هو ياخذ هاي المبادرات. انا الحمد لله ربنا وفقني وكرمني السنه اللي فاتت تقريبا في منتصف العام الماضي ان انا حصلت على شهاده الاي بي ام جي من في التشينج مانجمنت من المملكه المتحده، وهي شهاده محترمه جدا. هي انترناشونال طبعا، شهاده محترمه جدا. نعم. واي حد محتاج يعرف اي معلومات على الشهاده دي يدخل على موقع abmg.uk، وده موقع مشهور جدا عليه مجموعه من الشهادات مش بس التشينج، ولكن انا عشان من المهتمين بالتشينج اوريدي بشتغل في بعض مبادرات التغيير في ان شاء الله تواصل وياك بعد المحاضره بهذا الخصوص حتى اقدر انه اهلا وسهلا بك. شهاده التشينج بالمناسبه شهاده منفصله ما لهاش علاقه بالبي ام بي، لان البي ام بي بتتكلم فقط على اداره المشاريع. يا جماعه لازم نفصل، انا الحمد لله سيرتيفايد بي ام بي وسيرتيفايد بي جي ام بي وبي سي او، والحمد لله عندي شهادات كتير، ولكن من ضمن الشهادات اللي انا حصلت عليها الفتره اللي فاتت، وانا شهاده ارجح ان اي حد يشتغل في مجال اداره المشاريع ان هو يحصل عليها، هي شهاده التشينج مانجمنت. انا حقيقه خدت الشهاده دي السنه اللي فاتت، وفعلا شهاده نوجبل بشكل مبالغ فيه، فيها معلومات رهيبه جدا، فيها تولز وتكنيكس جيد على اعلى يعني مستوى. طبعا انا النهارده سهله الحصول عليها، يعني شغلت كل حاجه عن التشينج مانجمنت، انا فقط في يعني خدنا مقتطف من كل حاجه، لكن هي الحقيقه يعني مجال كبير جدا ومحتاج وقت مثلا ما لا يقل عن 30 ساعة تدريبية عشان أقدر أشرح لحضرتك كل ما له علاقة بالتشينج. وأنا حاليا الحمد لله يعني في صدد إعداد كورس كامل بإذن الله عن التشينج، ولو أي حد عاوز يبقى سيرتيفايد في التشينج مانجمنت إن شاء الله ننتظر الكورس.
بإذن الله رب العالمين. بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. اتفضل. الله يبارك. السلام عليكم. يحييك اهلا وسهلا. خلينا بس. عليكم السلام. السلام عليكم. ايوه اتفضل. باشمهندس يعطيك العافيه. معك المهندس محمد ابو الرب من الرياض. عفوا باشمهندس الصوت واضح؟ باشمهندس شو اسوي بدي صوت واضح؟ الو عفوا الصوت واضح انا تفضل يا باشمهندس. ايوه تفضل. اعتذر واضح. باشمهندس سؤالي في حال كان عندي انا مشاريع بهدف التغيير او برامج بهدف التغيير هل وظيفه التشينج مانجمنت بتكون اداره مختصه ضمن المنظمه او بتكون هي ثقافه موجوده عند مدراء المشاريع او عند الناس المختصين في اداره المشاريع بشكل عام؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عند تنفيذ التشينج مانجمنت هل بنفذها باسلوب معين مثل إدارة مشروع أو إدارة برنامج مثلا على سبيل المثال B3O حسب الجايد اللي درسناه أنه بتنفذها باستخدام إدارة البرنامج هل الشينج مانجمنت هي فعلا بكون لها إدارة معينة أو بكون لها أسلوب بكون لها خطة بتم تنفيذها أو هي فقط عمليات وثقافة بتكون امبيدد في إدارة المشاريع نفسها؟ وشكرا جزيلا باشمهندس. طيب ابشر. شوف اولا يعني الشركات الكبيرة اللي عندها مجموعة من المبادرات عندها مجموعة من انيشيتيفز المتمثلة في برامج ومشاريع لابد يكون عندها إدارة مختصة بإدارة التغيير. وبالمناسبة انا كنت قرأت تكنيكال بيبر من تقريبا من حوالي شهر او شهر ونص بتقول دراسة كده اتعملت ان تقريبا متوسط كل 200 شخص كل اورجانيزيشن فيها 200 شخص يكون فيها شخص واحد مسؤول عن التشينج مانجمنت جوه الاورجانيزيشن. فلو انا عندي مثلا اورجانيزيشن فيها 1000 شخص هيكون عندي اداره مسؤوله عن التشينج مانجمنت بشكل عام مكونه من 5 افراد. دي طبعا دراسه مش حاجه اكزاكتلي يعني. لكن اي شركه عندها مجموعه من المبادرات متمثله في تنفيذ مجموعه من المشاريع والبرامج لابد يكون عندها اداره خاصه بالتشينج. مش كل الناس بتفهم في الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه النهارده. مش كل الناس اللي بتشتغل في التشينج مانجمنت او عفوا في البروجكت مانجمنت بتفهم في الكلام اللي انا بتكلم فيه ده النهارده. مش كل الناس لو جيت قلت لها انا عايز اعمل تشينج جوه الاورجانيزيشن بتاعي او جوه البروجكت بتاعي او جوه البرنامج بتاعي هتقدر تعمل التشينج ده بكل بساطه. مش كل الناس عندها النولج اللي انا اتكلمت فيها النهارده. وبالتالي الشركات الكبيره اللي مهتمه فعلا تنفذ مبادرات التغيير بشكل صحيح وبشكل جيد لابد يكون عندها اداره مسؤوله عن التشينج وتطبيق التشينج داخل الاورجانيزيشن. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه الاداره دي بتبقى مسؤوله عن ايه؟ بتبقى مسؤوله عن تطبيق الكلام اللي انا ذكرته لحضراتكم النهارده. مسؤوله عن تعليم الناس لما يكون في تشينج جديد. مسؤوله عن استخدام النماذج اللي احنا ذكرناها النهارده. مسؤوله عن وضع الخطط لاحداث التغيير. مسؤوله عن رفع النتائج للاداره العليا. كل دي مهام ومسؤوليات التشينج مانجمنت ديبارتمنت او اداره التغيير او قسم اداره التغيير في الشركه. وانا اعرف شركات بدون ذكر اسماء يعني عندها ادارات خاصه باداره التشينج او التشينج مانجمنت. اتمنى اكون قدرت اجاوب حضرتك يعني. نعم اشكرك. اشكرك باشمهندس اجابه وافيه. شكرا جزيلا والله يعطيك العافيه. الله يسلمك. الله يعافيك. خلونا بس بعد اذن حضراتكم ناخد اجابه من الشات لان زملائنا على الشات زعلانين جدا ان احنا بنجاوب على المايك فقط ما بنجاوبش على الشات. استاذن حضراتكم بس هاخد بعض الاسئله من الشات. سيتم رفع المحاضره. ايوه ان شاء الله سيتم رفع المحاضره باذن الله. انا هحاول ارفع المحاضره على قناتي على اليوتيوب واكيد هتلاقوا تسجيل المحاضره. برضو المهندس عمر سليم هيتفضل مشكورا والشباب في بيما ريبيا هيبداوا ان شاء الله يرفعوا المحاضره على الموقع بتاعهم ان شاء الله.
بالنسبه للبرزنتيشن هبعت لحضراتكم ان شاء الله، اي حد تواصل معايا او مع المهندس عمر سليم هبعت لكم رابط PDF فيه السلايدات اللي احنا كنا بنشرح منها. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. طيب المحاضره الجميله ومعاك، شكرا، الله يبارك فيك. معلومه عن الشهاده والجهه المانحه، هو طبعا هو في اكثر من شهاده في التشينج يا جماعه. انا شخصيا اطلعت على كل، يعني تقريبا يعني الحمد لله رب العالمين، طلعت على معظم الشهادات المقدمه في التشينج مانجمنت، ولما لقيتهم كلهم تقريبا بيدوروا حوالين كونتنت واحد، او كلهم فحوى الشهادات بتاعتهم بتودي لحاجه واحده او بتوصلني لنتيجه واحده، انا دورت على الارخص، لان للاسف شديد هم غاليين جدا. يعني الشهاده اللي انا خدتها في التشينج مانجمنت من يو كي كانت تقريبا بحوالي 400 جنيه استرليني غير رسوم الكورس. في مثلا شهاده من ودي، والشهاده اللي انا حصلت عليها من اسمها، الشهاده اللي انا حصلت عليها اسمها تشينج مانجمنت من معهد اسمه اي بي ام جي، وده في المملكه المتحده في بريطانيا، وشهاده تقريبا تكلفتني حوالي 400 جنيه استرليني زي ما قلت لحضراتكم. في شهادات اخرى زي مثلا معهد بروساي، ولكن دي طبعا غاليه جدا، بتوصل سعر الكورس مع الشهاده حوالي 3000 او 4000 دولار. فانا بقول لحضرتك من واقع تجربه، انا عن نفسي بفضل شهاده الاي بي ام جي اللي انا حصلت عليها، شهاده كويسه، الكونتنت بتاعها رائع جدا، هيغطي كل المعلومات اللي حضرتك محتاجها، وفي نفس الوقت هي ارخص شهاده في التشنج مانجمنت. ده بخصوص الشهاده، لو اي حد عاوز يستزيد من النوليدج في التشنج مانجمنت، ولو اي حد عاوز ماتيريال سواء كتب او مقالات او اي حاجه يتواصل معايا بعد المحاضره ان شاء الله، وانا تحت امركم. رابط التسجيل، انا مش فاهم رابط التسجيل ايه. عليكم السلام. ممكن الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. تقدر تحسب الفيديوز لو المهندس عمر سعني يبعت لحضراتكم PDF. اسال، انت ذكرت نوعين فقط من الموديول التغيير والبقيه ما ذكرتهمش. انا طبعا مش هقدر اغطي كل الموديولز، لا طبعا، انا عندي تقريبا حوالي 6 أو 7 نماذج للتغيير المؤسسي. في نماذج ثانيه انا بس خدت من وجهه نظري، طبعا خدت اهم 2 من النماذج اللي موجوده في التشينج، في نموذج ادكر موديل، في نموذج بتاع سونيل، في اكتر من نموذج للتعامل مع التغيير. انا فقط اخدت النموذج بتاع لوين وجون كوتر، اللي هم انا من وجهه نظري هم اهم نموذجين بيتم استخدامهم في التشينج. معانا كمان سؤال، كيف تحصل على الشهاده؟ لو حضرتك بتقصد الشهاده بتاعت التشينج، انا قلتها قبل شويه، ريكوردنج التسجيل، المهندس عمر سليم هيرفع تقريبا المحاضره كما هو معتاد على القناه بتاعتهم على اليوتيوب، وانا ان شاء الله برضو هرفع نسخه منها على التشانل بتاعتي على اليوتيوب. اللي بيقول لي ممكن تذكر الموقع مرة تانية، لو انت بتقصد الموقع بتاع الشهادة، الموقع اسمه ABMG B for Ben ABMG من UK في المملكة المتحدة. طيب اتاحت الرزهان. طيب يا جماعة معلش اعذروني، انا سبت موضوع المايك في الاول بس، وبعدين قلنا هناخد الشاتنج في الاخر، فانا بعتذر لان انا ما وصلتلوش، يعني ما خدتش بالي من الرسائل. الجهه المعتمده للمنحه للشهاده لاداره التغيير، ايوه زي ما قلت لحضراتكم، في اكتر من جهه، في اي ام جي ودي في المملكه المتحده، وفي بروساي امريكا، في اكتر من جهه الحقيقه بتعتمد شهادات في اداره التغيير، وانا افضل الصراحه المدرسه الانجليزيه في التشينج اكتر من المدرسه الامريكيه، وارخص كمان بصراحه. انا الحقيقه عشان يعني ما اكونش كذاب، انا طلعت على كل الكونتنت بتاع كل الماتيريال بتاع شهادات التشينج، ولقيت ان كلهم بيدوروا حوالين محاور واحده او محاور متشابهه، فاخترت الارخص. انا الصراحه اخترت الارخص، ولما اخذت الكورس ودخلت الامتحان لقيت الموضوع ما فرقش خالص على اللي هي 4000. يعني انا لقيت الفرق كبير جدا، انا دخلت اللي انا دخلتها دي بالامتحان مع الماتيريال مع الكورس مع بتاع، كلفتني حوالي 400 او 450 جنيه استرليني، واللي كان المقابل ليها كان بحوالي 4000 دولار، فطبعا الجاب كبير جدا يعني. فبس ده بخصوص الشهاده والجهه المنحه للشهاده. يا ريت تبقى تمرن علينا بعض النصائح عن التشينج على صفحتك على لينكد ان. ابشر لاي حد بيسال، انا طبعا على لينكد ان، وحتى مش على لينكد ان بس، يعني
على السوشيال ميديا بشكل عام، على زي ما قدام حضراتكم كده انا ليا الحمد لله اكتر من نشاط على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، على يوتيوب، بطلع يعني بشكل شبه اسبوعي تقريبا ليا لقاء او لقاءين على قناتي على يوتيوب، تقدر حضرتك تتابعني. والحمد لله بنشر مش بس في التشينج، لان طبعا التشينج جزء من اعمالي انا، مش بس بشتغل في التشينج، لكن اي حد محتاج اي نوع من انواع المعلومات وسائل التواصل بتاعتي على السوشيال ميديا ظاهره قدام حضراتكم على الوايت بورد، تقدر تتواصل معايا باي حاجه او اي معلومه حضرتك محتاجها، انا تحت امرك. ازاي احصل على الشهاده؟ انا ما اعرفش الصراحه موضوع الشهادات بتاعت محاضره النهارده هل فيها شهادات ولا لا، ولو فيها شهادات اكيد مهندس عمر سليم والشباب زملائنا في الدعم الفني اكيد هتواصلوا معاكم بعد السيشن باذن الله. هل يمكن نشر المحاضره على موقع المهاجرين العرب في كندا؟ اه طبعا، يعني دل على الخير كفاعله طبعا، يعني بالعكس اي حد محتاج ينشر المحاضره دي ويلكم، يعني تحت امركم طبعا. البي دي اف، اه البي دي اف زي ما قلت لحضراتكم هنرسله لحضراتكم ان شاء الله بعد السيشن، هعمله ابلودنج وهرفقه في المحاضره بتاعتي على الشانل في اليوتيوب. ازاي اتصرف مع الستيك هولدر الرافضين للتغيير؟ الليرنينج ان انا اعلم الناس، عمر ما في حد هيتقبل التشينج من غير ما يعرف الفوائد اللي ممكن تعود عليه هذا التشينج، وبالتالي لازم نبدا مع الناس في التشينج بموضوع الليرنينج ان انا اعلمهم. ستيك هولدر ريزيستنس طبعا مش محتاجه ان يعني انت من دي 1 تقول يا جماعه انا عندي تشينج، هتلاقي ناس معاك ماشيه معاك في السكه بتاعتك وناس رافضه، فاكيد التشينج الناس اللي ريزيستنت للتشينج بيبانوا من دي 1، بقدر احددهم مباشره. يعني ازاي اتواصل مع حضرتك؟ انا تواصلات التواصل معايا يعني في قمه البساطه وقمه السهوله، ادخل على اي نوع من انواع السوشيال ميديا، على لينكد ان، على يوتيوب، على تويتر، على فيسبوك، على اي حاجه فيها سوشيال ميديا، اكتب وليد البسيوني سواء بالعربي او بالانجليزي، ان شاء الله تقدر تتواصل معايا بكل بساطه وسهوله. شكرا جزيلا مهندس عمر. مهندس عمر اضاف لحضراتكم في الشات اريا القناه بتاعتي على اليوتيوب، اي حد محتاج اي حاجه يقدر يتواصل معايا او يقدر يشوف الحاجات اللي انا نشرها على القناه بتاعتي. قوة الشهادة تختلف عند أصحاب المصلحة، أنا مش عارف إيه معنى السؤال، يعني إيه قوة الشهادات تختلف عند أصحاب المصلحة؟ هل هي من البي آي؟ برضو مش عارف يعني إيه بي آي. البي آي اللي هو إيه مقصود بيه؟ هل الشهادة من البي آي؟ إيه هو البي آي؟ هل تقصد البي إم آي؟ المهندس أو الدكتور سالم القحطاني بيقول هل هي بي آي؟ أنا مش فاهم إيه المختصر بتاع بي آي، فيا ريت الدكتور سالم يعيد علينا بس السؤال لو تكرمت. طيب هل تعمل كويز صغيره بعد كل محاضره؟ يا جماعه دي مش محاضره، دي ندوه. انا لما بدي كورس او بدي محاضره طبعا بعمل كويزز وبعمل اسئله للناس بتوعي في نهايه كل محاضره، لكن احنا النهارده بنعمل سيشن بنتناقش مع بعض، بنلقي لحضراتكم بعض المعلومات اللي عندنا، وبنحاول قدر الامكان نعمل شيرنج للنولج اللي عندنا. يعني لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي استفهام اتفضل مشكورا يسألوا هنا، او ان شاء الله نجاوبه لو يتواصل معايا بعد المحاضره ان شاء الله. ازاي احصل على شهاده المحاضره؟ دي انا جاوبت عليها. لينك قناه اليوتيوب المهندس عمر حطها في الشات اريا. اللينك بتاع الفيسبوك تقدر تكتب على فيسبوك وليد البسيوني طبعا المهندس عمر برضو مشكورا. جزاك الله خير مهندس عمر، اضاف اللينكد ان بتاعي على الشات اريا والفيسبوك وكل الحاجات اللي عليه انا اشتركت على قناتك على اليوتيوب، جزاك الله خير، اهلا وسهلا بيك. المهندس او الدكتور سالم بيقول ابشر الان. طيب الله يجزاك خير يا دكتور ياسر. هل معهد اي سي ام بي معهد بيعطي شهاده، ما رايك فيها؟ والله انا شفتها شهاده ممتازه جدا اي سي ام بي، بس برضو باكد انا حكمت على الشهاده بتمنها، لان انا زي ما قلت لحضراتكم سعر الشهادات كلها كان سعرها مبالغ فيه، ولقيت شهادة اي بي ام جي هي ارخص شهادة، رغم ان الكونتنت واحد، يعني المعلومات والمحتوى العلمي تقريبا متشابه 100%. طيب انا تقريبا كده جاوبت على كل الرسائل الموجودة في الشات، معرفش هل في اي حاجة تانية في الشات، معلش معذرة، خليكم معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. على المستوى المجتمعي في جزئية عليكم السلام، بس معلش لحظة دي واحدة. هل السيشن بروفايد بي دي؟ طبعا بتقدر تستخدم الشهاده بتاعه المحاضره في الفيديوز، تقدر تاخد على كل ساعه معانا تقدر تاخد عليها واحد فيديوز.
الأخ عبد الرحمن يقول إدارة التغيير على مستوى المجتمع في جزئية الكرو داون سورسينج اند اوبن داتا، الوعي المجتمعي والتقني. أنا الحقيقة مش 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 مش, مش فاهم قصد حضرتك في السؤال، إيه مقصد المستوى المجتمعي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. مهندس وليد مرحبا بك. اتفضل. عبد الرحمن الفرجاني، أهلا وسهلا. فرجاني من ليبيا، حاليا طالب دكتوراه في هندسة المدن الذكية جامعة ليل. ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيك. تفضل بحضرتك، أهلا وسهلا حضرتك. الله يبارك فيك، مشكور جدا على هذا العرض القيم صراحة، وهذا الـ 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 الدعت صراحة يعني من ناحية تغطية الموضوع. الله يصلح حالك يا رب، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا للمهندس عمر سليم لإطراء المحتوى العربي صراحة يعني، و قدمت كثير يعني من فبس انا عندي ملاحظه. انت تكلمت على اداره التغيير على المستوى المؤسسي يعني داخل المؤسسات، سواء كان شركات او مؤسسات الدوله او غيرها. فاحنا نشتغل على جزئيه الكلتشر وثقافه الاوبن داتا على مستوى المجتمع، الكراود سورسينج. فاصبحت اليوم مثلا عندنا مشروع اللي هو مشروع التخريط الوطني الرقمي المفتوح، اللي هو الاوبن ديجيتال مابينج، اللي هو يتكلم على مثلا على البلاتفورم بتاع اوبن ستريت ماب. مثلا اوبن ستريت ماب هو يجمع بين الوعي التقني والاجتماعي، والفكره انك توفر بيز ماب، خريطه اساس للدوله او للبلد بالكامل على المستوى الوطني، باستخدام الكراود سورسينج، باستخدام الزخم البشري من الناس المتطوعين. بالتالي انت محتاج في هذه النقطه لاستخدام اداره التغيير ايضا، يعني لازم تتغير التفكير بتاع الناس. صحيح صحيح. هم يديروا كونتريبيوشن، يعملوا كونتريبيوشن في صالح تنمية المجتمع بتاعهم، وبالتالي ممكن ايجاد كواليتي عاليه في الشغل اذا كان صار فيه اورينتيشن للكواليتي كنترول وكواليتي اشورنس في الجزئيه بتاع الكراود سورسينج. بس الحائط او العائق الكبير جدا اللي يصطدموا به اللي هي مقاومه التغيير في جزئيه الاوبن داتا. الناس قاعدين والمجتمع او حتى المؤسسات يعني لما تقول لهم اوبن داتا او اوبن سورس يعني ما زال فيه مشكله في ال. فانت غطيت من ناحيه المؤسسيه، وانا نتكلم على الناحيه المجتمعيه على مستوى السكيل تاع المجتمع. شكرا، بارك الله فيك. الله يرضى عليك. انا طبعا انا برضو باكد على حقكم تاني الوقت. طبعا احنا النهارده تناولنا فقط يعني جزء لا يتجزا من علم اداره التشينج مانجمنت بشكل عام. دي حاجه كبيره جدا ما نقدرش نغطيها وان سيشن، لكن انا حاولت قدر الامكان ان احنا نقطف من كل بستان شجره وكل من كل بستان ثمره زي ما بيقولوا، بحيث ان احنا نغير او نقدر ندي نظره عامه على التشينج بشكل عام. واتمنى اكون قدرت اطلع حتى لو نسبه بسيطه من المعلومات اللي عندي في موضوع التشينج. وطبعا جزاك الله خير على الاضافه، انا بشكرك شكرا جزيلا اخويا عبد الرحمن. اي حد عنده؟ المهندس سمير حمام. السلام عليكم. اهلا وسهلا مهندس سمير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. المهندس سالم عمر من ليبيا. اهلا وسهلا مهندس سالم، اهلا بيك، الله يحييك يا رب. نبي نسال لو ان انا كمنظمه بتشتغل في مجال الكونستراكشن، ونبي نسال هل مدير التغيير هل لازم انه يكون مهندس او ما فيش مشكله عادي يكون يعني انه يكون؟ لا 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 لا، ما فيش مقياس، ما فيش مقياس خالص. الموضوع ملوش علاقه بالهندسه مبدئيا يعني، عشان بس برضو نفس المشكله. الناس اللي كانت في الاول كانت عايزه تاخد بي ام بي، وكانت معتقده ان البروجكت مانجمنت مقتصره فقط على المهندسين. الكلام ده يا جماعه عاري تماما من الصحه. انا اعرف صيادله حطهم السؤال، اتفضل. وبالنسبة هو إدارة التغيير، هل تشتغل مستقلة بحد بنفسها، أو ضروري يكون في كونكت بينها وبين إدارة المخاطر؟ لأن في أمور فيها ريسك قوي شوية يعني إدارة التغيير فيها. طيب خليني أجاوب حضرتك على النقطة الأولانية. أول حاجة، ما فيش حاجة بتقول إن لازما اللي يتولى التشينج مانجمنت يكون مهندس. الموضوع ملوش علاقة بالهندسة. لكن لو أنا شغال في مجال الهندسة أو في الكونستراكشن أو في أي مجال وهتولى موضوع التشينج، يا سلام يا سلام لو اللي هيتولى موضوع التشينج ده يكون مهندس، هيبقى بيجمع بين التكنيكال وبين المانجمنت. فهمت عليا؟ لكن ما فيش شرط مطلقا إن يكون
مهندس، دي النقطة الأولانية. النقطة التانية معلش لو بتذكرني كانت بتتكلم عن إيه؟ النقطة الثانية هي بالنسبة للمدير التغيير، مدير التغيير نفسه. أيوة هل أيوة أيوة معلش معلش أيوة افتكرت افتكرت إن لا أنت حضرتك بتقول إن التشينج بيشتغل إنديفيدوالي، لا التشينج إدارة زيها زي إدارة التعاقدات، زي إدارة الريسك، زي إدارة السكادولينج، زي معظم الإدارات، زي إدارة الفاينانس، زي معظم الإدارات الموجودة في الشركة. التشينج مانجمنت يا جماعة جزء لا يتجزأ من الاورجانيزيشن. الناس دي ما بتشتغلش لوحدها، بتشتغل مع الاشخاص، بتشتغل مع الافراد، بتشتغل مع الستيك هولدر، فهي جزء لا يتجزأ من جميع الادارات الموجوده، وبتشتغل سيبرتلي بنفس الشخص وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب مع باقي الادارات الاخرى، زيها زي باقي الادارات. تمام كده؟ اوكي مشكور. الله يحييك. الدكتور سالم بيقول البرفورمانس انستيتوت، لو حضرتك تقصد البرفورمانس انستيتوت بتاع استراليا، انا بصراحه ما اعرفش، على حسب معلوماتي ان البرفورمانس انستيتوت بتاع استراليا ما عندوش شهادات في التشينج. اللي انا اعرفهم الشهاده من بروساي، وشهاده من كي بي ام جي، وفي شهاده من اي سي بي ام او ام بي، هم 3 شهادات اللي انا اعرفهم الحقيقه، ما عنديش اي معلومات اخرى. الاخ علي يقول هل يمكن تطبيق نظريات التغيير كما تم شرح اليوم على المؤسسات والمجتمعات، سواء اللي انا قلته دوت بيتطبق على مستوى الفرد، على مستوى الاورجانيزيشن، على مستوى الدول؟ وانا ضربت امثله. لو انا اتكلمت على مستوى الفرد، لو شخص عاوز ياخد بوزيشن جديد مثلا، عشان ياخد البوزيشن ده محتاج يتعلم معلومات جديده، محتاج ياخد معلومات جديده، محتاج ياخد سكيلز جديده، فانا كده عملت تشينج على مستوى الفرد. لو بتكلم على مستوى اورجانيزيشن، لو عايز انتقل من الكاد سيستم الى البيم سيستم، انا بعمل تشينج، يبقى انا كده عملت تشينج على مستوى اورجانيزيشن. لو انا بتكلم مثلا على مستوى دول، رؤيه زي رؤيه مصر 2030 او الرؤيه المستدامه لمصر 2030، او رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 المبنيه على تحقيق مجموعه من الرؤى والاهداف، المبنيه على مجموعه من المبادرات من خلال تنفيذ مجموعه من البرامج والمشاريع، انا عشان احقق الرؤيه دي والتطلعات دي محتاج ان انا اعمل تشينج. التشينج ده ازاي؟ اعمله من خلال تنفيذ برامج مشاريع، وبالتالي التشينج اقدر انفذه على مستوى الفرد، اقدر انفذه على مستوى الاورجانيزيشن، وحتى اقدر انفذه على مستوى الهيئات والمصالح، وحتى على مستوى الدول. ايوه انا والله ما قلتش يا دكتور، الله يرضى عليك، انا قلت ما اعرفش والله، انا قلت ما عندي معلومات والله. دكتور سالم حوالي انا ما قلت، انا الله يرضى عليك. انا مش متخصص. السلام عليكم. قلت انا متخصص في البروجكت مانجمنت، ومن ضمن اعمالي هو موضوع التشينج، فانا طبعا ما فيش بني ادم بيعرف كل حاجه في الدنيا، انا قلت حسب معلوماتي انا اعرف الجي، واعرف البروساي، واعرف الاي سي بي ام، هم دول الثلاثة اللي اعرفهم. البي اي دي انا والله اول مره اسمع عنها، وحتى ما سالتني انا قلت لحضرتك لو تقصد البرفورمانس انستيتيوت بتاع استراليا، انا ما عنديش معلومات ان هو عنده شهاده في التشينج ولا لا، واتمنى اكون قدرت اوضح لك المعلومه يعني. جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. السلام عليكم، معكم الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، معك المهندس مصعب من السودان. اهلا وسهلا مهندس مصعب، الله يحييك. هلا مهندس مدني. يا هلا مهندس مصعب، تفضل. الله يديك الصحة والعافية. أنا بس عندي حاجة بسيطة، كان أثناء ما بدرس في البي ام بي في شيء ما استوعبته، حسيت بقى يعني شوي غريب. هو مذكور كان في البيمبوك، يعني في موضوع التغيير، هما كانوا ذاكرين عندما تقدم طلب للسي سي بي ويكون الريسبونسر غير موجود، يجب عليك انت قبل ما تطبق في اجراءات بتاعت الابديت اللي بتحصل في تشينج لوج ومانجمنت ابديت، لازم تعمل انفورم للريسبونسر اذا كان هو غير موجود في السي سي بي. طيب انا كبروجكت مانجر الان مدير بتاع مشروع، يعني ما عندي او في الغالب يعني ما بكون عندي الكونتاكت المباشر مع الكلاين عشان انا اقدر عمليا فورم، ليش هذه المهمه واكلنا علينا كمدير مشروع؟ مع انه يعني انا شايفها يعني بالمنطق
يعني هي اعلى من سلطاتي انا في التواصل، لان عندي سلطات معينه في التواصل اكيد. فليش ما يخلوا السي سي بي هي تعمل الانفورم ليه، يعني هي تنتهي معاه تماما وتجيب لي رزلت النهائي بالرفض او القبول. يعني انا مدير المشروع خلاص، انا قدمت طلب المفروض وصلت تمام. طب هو مبدئيا التشينج اللي حضرتك بتتكلم فيه غير التشينج بتاع النهارده، بس عشان نوضح احنا بنتكلم في تشينج مختلف تماما. التشينج اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اللي هو التشينج اوردر او الريكوست، اللي انت عاوز تعمل تشينج جوه بروجكت معين، تمام كده؟ ايوه داخل مشروع. انا هقول لحضرتك سبب ان لازم حضرتك تعمل تعطي انفورم للسبونسر بتاع المشروع لما تيجي تعمل تشينج داخل المشروع بتاعك. اولا السبونسر ده هو الشخص الممول للمشروع، هو ده الشخص اللي بيدفع فلوس. اي تشينج بيحصل جوه المشروع بلا شك بيبقى ليه امباكت على الكوست، صح ولا انا غلطان؟ وارد جدا، وارد جدا وانت بتعمل تشينج جوه المشروع ان انت تدفع فلوس او يتخصم فلوس او تدفع فلوس زياده، صح ولا انا غلطان؟ وبالتالي شرط اساسي علشان تمرر هذا التشينج ان تعطي انفورمينج للسبونسر او راعي المشروع. ان انا مش شايف من وجهه نظري انت مش هتقدر تاخد الخطوه، مش هتقدر تاخد الخطوه الثانيه او النكست ستيب في الموضوع التشينج الا لما تعطي انفورم او تدي معلومه كامله للسبونسر او الشخص اللي انت فاهم ثانيه. انا قاصد انت بتقول ايوه اتفضل. انا مش قاصد انه ما يكون عنده انفورم، لا هو بالعكس المفروض يكون عنده انفورم على كل شيء زي ما انت قلت، حيكون في كوست، حيكون في تغيير في كثير من الاسكوب يعني. بس انا بتكلم عن انا كمدير مشروع، ليش انا اتواصل مع السبونسر؟ ليش انا ادعم الانفورم؟ المفروض الانفورم يكون من السي سي بي. على فكره هو كان... على فكره انا على حسب ما انا اذكر يعني هم ما قالوش انت كبروجكت مانجر لازم تعمل انفورم بنفسك، هم قالوا لازم تعمل انفورمينج للسبونسر، ما قالوش مين يعني، ما قالوش البروجكت مانجر. هم حددوا وشرطوا، حطوا شرط ان ما ينفعش يتوافق على التشينج او تمرر للتشينج الا لما السبونسر يكون عنده علم بيه او يعتمده، لكن ما قالوش الزاما. بس الامتحانات كلها يعني بيسالك كمدير مشروع انت ودو يو نيكست، يعني فهو بيتكلم معك انت كمدير مشروع انت. أيوة انا فاهم انا فاهم ما انا فاهم، بس هو في الامتحان مش هيقولك انتوا كلكم هتعملوا ايه، هو بيسالك انت كمدير مشروع، بيعتبر ان هي الايديال كيس يعني ان انت لازم كمدير مشروع انت لازم تعمل انفورمي. لكن انا بقول لك كوليد في الشغل في انت وجهه نظرك ايش في الموضوع ده أفندي. يعني مين اللي حقه؟ انت وجهه نظرك ايش في الموضوع هذا؟ يعني مين اللي حقه؟ انا كوليد يهمني ان السبونسر يعرف مين الشخص اللي يقول له اي دونت كير، المهم ان المعلومه توصل له. انا كمدير يعني مشروع في الموضوع الايديال يعني كل انا بكلمك ايديال. انا كل اللي انا هاممني انا كمدير مشروع ان المعلومه توصل للسبونسر وان التشنج اللي انا اعتمدته يمر ويعدي، ماليش دعوه بقى انا اللي قلت له، اخويا اللي قال له، المساعد بتاعي، المدير بتاعي، وات ايفر. لكن الستاندر اللي البي ام اي بيتكلم بيه ان انت والسبونسر شغالين توجذر، يعني انتوا الاثنين شغالين مع بعض، مفيش حاجه اسمها السبونسر في حته وانا في حته. الايديال في وجهه نظر بي ام اي ان انت كمدير مشروع شغال يعني هيلدر شولدر تو شولدر مع مدير، عفوا مع السبونسر او مع راعي المشروع بتاعك، وبالتالي انتوا قريبين من بعض، مش محتاجين ان انتوا تاخدوا سلم او درجات معينه عشان تقدر توصل له، بل بالعكس المفروض انتوا شغالين سوا، وان انت من السهل جدا ان انت تدي له المعلومه. لكن انا بقول لك في الارض الواقع او عمليا مش لازم ان انت كمدير مشروع بنفسك اللي تدي انفورمينج للسبونسر، ممكن اي شخص تاني. اهم حاجه تضمن وتتاكد ان المعلومه وصلت للسبونسر، تمام كده؟ يا وضحت. بس يعني انا كنت فاهم كده برضو، بس بتكلم في الموضوع المثالي يعني زي ما كثير من مثلا ستيك هولدر لما يتدخل في المشروع مفروض يرد عليهم بطريقه معينه، يعني في حاجه في الكوميونيكيشن بلان في طريقه معينه للتواصل مع كل ستيك هولدر يعني. فالسبونسر هو اكبر ستيك هولدر، المفروض يكون في طريقه معينه اللي احنا مين نتواصل معاه ومين اللي بيزعل ومين اللي بياخد. لو حضرتك بتتكلم على المايند سيت او الميثودولوجي او التيرمينولوجي بتاعت بي ام اي، بي ام اي بتقول لك اصلا في بدايه كتاب بوك ان انت كبروجكت مانجر والسبونسر شغالين شولدر تو شولدر مع بعض، انتوا مش منفصلين عن بعض، انتوا الاثنين شغالين مع بعض. وبيقول لك كمان ان مدير، خد بالك، مدير المشروع هو البروجكت سبونسر، يعني السبونسر ده هو مديرك، وبالتالي ازاي مديرك مش هتقدر تتواصل معاه؟ بالعكس انت دايما تبقى على تواصل معاه.
واضح تماما. شكرا، تسلم كثير باشمهندس. الله يحييك، الله يحييك الباشمهندس علي الشاب بيسال بيقول، عفوا دي واحده بس، عليكم السلام. المهندس علي بيقول الموضوع خارج، صح البي ام بي يلزمني استكمل اي ام بي اي مش انا اللي انا فهمته. هل انت مش عارف حضرتك هل خدت بي ام بي ولا عاوز تاخد بي ام بي؟ طبعا شهاده البي ام بي مهمه جدا ومحترمه جدا، وشهاده عالميه عدد الحاصلين عليها تجاوز 1,000,000 شخص حوالين العالم، شهاده مهمه جدا. حضرتك بتسال على الام بي اي. الام بي اي انا انصح بيها اي حد عاوز ينتقل الى من مرحله التكنيكال او من مرحله التكنيكال والمانجمنت الى مرحله البيزنس. لو تجاوزت خبرتك من وجهه نظري انا يعني اي حد عاوز ياخد ام بي اي او يدخل يدرس ام بي اي تكون خبرته ما تقلش عن 10 سنين، لان الام بي اي الصراحه سبيسيفيكلي قوي في البيزنس وفي الماركت وفي في البيزنس مانجمنت بشكل عام، وبالتالي مهم جدا تكون عندك اكسبيرينس سابقه في المجال بتاعك بحيث ان انت تقدر تستفيد فعلا من الام بي اي. هل تدرس ام بي اي ولا لا؟ لو انت مهندس تخطيط لا طبعا تدرس ام بي اي. اي حاجه يا جماعه فيها نوليدج عمري ما هقول لك عليها لا، ولكن اهم حاجه تدرس النوليدج دي في الوقت الصحيح او الوقت المناسب ليها. افضل معهد يمنح الشهاده، انا من وجهه نظري افضل معهد اي بي ام جي لانه كويس والشهاده بتاعته كويسه وسعره رخيص. انا كده خلصت الاسئله اللي على الشات، لو في اي حد عنده استفسار اخير لان احنا تقريبا تجاوزنا الوقت المسموح بالمحاضره. مين كان بيتكلم لو سمحت؟ السلام عليكم. كان في احد الزملاء قال السلام عليكم، انا قلت له لحظه اعتقد. مين في اي حد يا جماعه عنده اي اسئله واي استفسارات؟ اي سؤال واي استفسار تاني يا جماعه؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك مهندس سمير حماد من كندا وليبيك مانيتوبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مهندس سمير، الله يحييك، ده شرف عظيم لنا مهندس سمير والله. الله يكرمك. انا كنت متابع المحاضره وصامت، لاني من طبعي ان انا افضل صامت ومتابع. ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي الجهد الله يجزاك خير حضرتك قدمته. الله يبارك فيك. حضرتك قلت دي محاضره تنويريه زي ما انا شايف. نعم نعم نعم. اي نعم. فانا حبيت بس ان انا اتحط على البي ار عندكم اللي هو البريس ريليز، بحيث لما يبقى في عندكم محاضرات او شيء مسموح بنقله على الهواء لو اديتوني قبل من فتره اقدر ان انا اجدوله مع الحاجات اللي انا بعملها وانزله على الصفحات اللي انا بنشر عليها للفائده العامه. ان شاء الله باذن الله. المهندس عمر سليم سمعنا دلوقتي، هو جزا الله خيرا للفريق اللي معاه، هم متولين موضوع التكنيكال سبورت للمحاضرات اللي احنا بنقدمها وبننشرها بشكل مستمر، وان شاء الله يتواصلوا مع حضرتك باذن الله على هذا الخصوص. وانا شخصيا يعني لو حضرتك ما تمنعش يعني اقدر اتواصل مع حضرتك بشكل شخصي، عشان انا كمان بقدم بشكل شبه اسبوعي مجموعه من المحاضرات المجانيه من فضل الله. كويس قوي، انا ما عنديش مشكله، انا فقط اللي نسميه التايم سلوت، لان انا بنشر حاجات كتير لناس كتير غير الحاجات بتاعتنا المتخصصه في الهجره. يعني انا عندي تايم سلوت يوم الخميس من الظهر اللي عندكم 8 باين دي للمحامي. ايوه. مشكلته انه هو وقته مش مظبوط، يعني احيانا ممكن يقول لي 11:30 ممكن يقول لي 12:30 حسب تفرغه. وفرصه ان احنا بناخد محامي مجاني يرد للناس بقالنا 3 سنين الحمد لله. لا ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا مهندس سمير، الله يجزاك خير. مهندس عمر سليم اعتقد كتب لي على الخاص وقلت له انا حاضر، حط لي الرقم وهتواصل معاه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، متشكرين جدا لحضرتك وجزاك الله خير. شكرا جزاك الله خير. الله يرضى عليك، شكرا لحضرتك، شكرا. الى اللقاء. الله يجزانا واياك رب، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، نشوفك على خير. كل خير، الله يكرمك استاذنا ومعذره. الله يجزاك خير يا مهندس عمر، انا متشكر. لا لا ابدا ابدا، تحت امرك، متشكر ليك جدا وشكرا لزملائنا في بيم اريبيا، ولو اي حد في اي مكان في اي وقت، اي طالب بيكم في اي وقت لاي شيء
وسائل التواصل بفيسبوك على تويتر، ابحث عن ولي البسيوني بالعربي او بالانجلش، وان شاء الله اتواصل معكم على حسب ما يسمح وقتي باذن الله رب العالمين. انا في النهايه بشكركم شكرا جزيلا، واذكركم ونفسي بدعاء فضل المجلس، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا مهندس عمر. الله يخليك.